السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله بنكمل الجزء الثالث والأخير في إدارة العقد، إدارة العقد بصفة عامة. ودي موضوع من سلسلة محاضرات أو لقاءات خلال الطريق لتكون مدير مشروع دولي. إحنا بنتكلم هنا عن إدارة العقد بصفة عامة، أو إدارة المشروع بصفة عامة، إدارة عقد المشروع بصفة عامة. إن شاء الله اللي حاضر اللقاءات دي ثلاث محاضرات الأخرانيين إدارة المشروع يقدر يدير أي عقد، سواء عقد مصري، سوداني، فلبيني، صيني، أي أنواع من أنواع العقود في العالم كله. لأن بيبقى فيها إيه المسؤوليات العامة لكل طرف من الأطراف، ومسؤوليات مختلفة، وكل حاجة خاصة بإيه؟ بإدارة عقد المشروع يعني. وإن شاء الله بإذن الله تعالى في لقاءين كده هنعملهم، نخرج بره إدارة العقود شوية، لأنه موضوع برضو إيه؟ يعني تقيل شويتين. هو مش تقيل، أنا بحبه شخصيًا يعني، أنا خدت تحكيم دولي من زمان. وبحب يعني اداره العقد ده شيء مهم جدا جدا بالنسبه لمدير المشروع. بس احنا زي ما اتفقنا برضه ان احنا اللي بندي هنا ما يفيدك كمدير مشروع، وانت لازم كمدير مشروع تبقى عارف ازاي تدير عقد. واللي اخذ بي ام بي واللي اخذ برنس 2 طبعا ممتاز وبدا كويس، لكن اللي احنا بنعمله هنا دلوقتي احنا عرفنا البي ام بي وتسعات الفيرجن اللي فاتت، ما مش على الفيرجن الجديده، لان طبعا الناس متخصصين بقى هم اللي بيتكلموا عليها، وبنتكلم عليها بعد كده بس مش دلوقتي يعني. والبرنس 2 نفس القصه، واتكلمنا على الاي بي اي اللي هي الشهاده الدوليه لمدير المشروعات. بس يعني ايه اللي انا عايز اقوله حاجه، ان اللي احنا بنتكلم عليه في جميع لقاءاتنا وجميع محاضراتنا تنفع اي واحد في اي بلد في إدارة أي مشروع، أي نوع من أنواع المشروعات، بلد عربي، بلد أجنبي، في أفريقي، أي حتة في العالم. أنا بندي كلام العام اللي هو لازم وضروري لأي مدير مشروع عشان يعني إيه يحصل على النجاح الكامل. طيب إحنا بدأنا في المحاضرتين اللي فاتوا في نفس الموضوع اللي هو النطاق في إدارة العقود. اتكلمنا عن ايه؟ هناخد هنمشي بسرعه جدا، مش هنوقف يعني، هنمشي في يعني احنا الاجنده البيربوز والبروفيشنال ستاندردز الكوندكت، وبعدين الديفرنت فورمز اللي هي ايه النماذج المختلفه اللي بنطبقها في اداره المشروعات، الكوندكت مانجمنت اللي هي البروسيدجرز والبرنسبلز بتاعته، وبعدين الكونتاكت مانجمنت اكتيفيتيز اللي هم فيهم خطاب القبول، فاقدة العقد ومستندات المكونه للعقد، ودول فيهم 13 مستند، والترتيبات الماليه لصاحب العمل. برضو نقراها بسرعه وهنعدي عليها. وبعدين تعيين المهندس، وبعدين فتره الاختيار بالعيوب، وبعدين مستوى أداء العقد، دي النقطة السادسة، العقد مسؤوليات المقاول وحقوق صاحب العمل وشهادات الأداء. زي ما بتكلموا زي ما بنقول احنا بنتكلم كلام عام، الكلام ده كله هتلاقي تفاصيله في كل في أي عقد فيدك، في أي عقد مصري، في أي عقد تركي، في أي عقد ليبي، في أي عقد صيني، الكلام ده كله كلام عام لكل حاجة. وإن شاء الله بإذن الله تعالى بإذن الله يعني هنعمل يعني هنركز شوية على العقد الفيدك اللي هو الريد بوك الأخراني اللي هو 2017 بإذن الله تعالى بإذن الله تعالى. يبقى احنا كده إيه ملكنا موضوع إدارة العقد بشكل إيه محترف يعني. طيب بعد كده في الكونتراكت بيرفورمانس اللي هو الكونتراكت ريسبونسبيلتي كده، وبعدين كلوجر أوف الكونتراكت اللي هو إزاي أقفل المشروع بتاعي، ازاي اقفله يعني تقفيل المشروع ده مش سهل يعني. وبرضه لو في ظروف طارئه، المقاول قصر، في
فورس ماجور، في اي مشاكل اضطرت ان انا اقفل العقد، فايه دي برضه دي هنتكلم عليها. وبعدين ايه الكونتاكت ادمنستريشن، اللي هو ايه كونتاكت ادمنستريشن اللي هي اداره العقد، ادمنستريشن اداره العقد، وده خاص بالايه بمدير العقد يعني. بعد كده هنتكلم على المهام بقى بتاعت المهندس والى اخره، وبعدين التيرميشن اوف كونتراكت اللي كنا بنقول عليها دلوقتي، وبعدين الايه الكونتراكت كلوزنج بروسيس اللي هو انهاء المشروع. هنعدي بسرعه على الكلام ده كله هنا كده، ادي البيربوس خلاص، البيربوس اهي، وبعدين فيش ستاندرد اوف كونتراكت، طب احنا قلنا ازاي ديفرنت فورم الكونتراكت ابليكابل اللي هو ايه الفيدباك وخلافه في كل حاجه. يعني خلي بالنا حتى امريكا، خلي بالكم امريكا مش شغاله كله بالفيدك يعني، او بالكونتراكت اللهم صل على بشير نذير بالبي ام بي او الى اخره. غالبيه مشروعات الامريكان شغال بالكور اوف انجينيرنج، يعني اشتغل مع الامريكان في التسعينات شغال بالكور اوف انجينيرنج يعني في اخر التسعينات يعني. فالمهم ديفرنت فورمز اوف كونتراكت ابليكابل، يعني انا قصدي حاجه نتكلم عنها دلوقتي، انت في اي حته فيها عقد حضرتك تتصرف معاه بالكلام احنا بنتكلم دلوقتي. فيدك ان شاء الله هنعمله على فكره، وده كورس لوحده، بس انا عايز يعني ايه برضه ايه نركز عليه، هياخد مننا جهود وقت شويه، لكن يعني انت فكره جاتني ان انا لازم تبقى عارف يعني ايه اول فيدك من اخره، لما هتدرسه ان شاء الله هتعرف ان الفيدك ده يعني ايه موضوع جميل يعني وسهل وعادي متوازن كويس. طيب دي الكونتاكت مانجمنت، اهو احنا عدينا على الكلام ده كله وعملناه. الكونتاكت مانجمنت بروسيجرز عندنا هنا، ادي كي برنسبل اوف كونتاكت مانجمنت، كل ده احنا عدينا عليه. بعد كده الكي برنسبل اوف كونتاكت مانجمنت برضو اهم خلاص، يعني عندنا الكونتاكت مانجمنت اكتيفيتيز اللي هي الانشطه بتاعت وزاره المشروعات، كل ده هيبقى موجود في اللي فات ده. بعد كده الكونتاكت مانجمنت ايه اكتيفيتيز، كنت مع اكتيفيتيز برضه عدت علينا وخلصناها. بعدين هنا الدوكيومنتس المستندات المقابله العقد، احنا قلنا يعني احنا كلنا فاكرين ان كلمه العقد دي هي الشروط العامه والشروط الخاصه، يعني الفيدك ده شروط عامه وشروط خاصه، خلي بالنا خلاص. مش العقد كله عقد اهو، يعني ادي سته وادي ايه ودي سبعه، دي اللي هي الايه المستندات المقابله العقد عموما. في حته معينه هتلاقيهم كنت ايه اللي تعمل، لكن احنا ايه ودي 13 كونتراكت دوكيومنتس مكونه لاي عقد انترناشونال يعني. حتى بقى تنقص حاجه بتاع انما ايه ما تزيدش عن كده. الامبلويرز الترتيبات الماليه لصاحب العمل. بعدين تعيين المهندس، يكون في مهندس بيدير اداره الفيدك، اللي اصلا ده شغل ايه قانوني هندسي، لازم يكون الواحد فاهم قانون، فاهم هندسه وفاهم كل حاجه، يعني المدير العادي ده يبقى فاهم كل حاجه في المشروع، كل حاجه، كل حاجه بمعنى كل حاجه، يعني فاهم سكيدولينج، فاهم تي اتش سي، فاهم اتش اس سي، فاهم، لان كل دي موجوده جوه الكونتراكت، ولازم يبقى عارفها، يعرف ازاي يتابعها، يراجع مستنداتها، ازاي يعني ايه يدير هذا الكلام ده من الاول لاخره. فتره الاختبار بالعيوب ديفكشن فيشن بيريود، الكونتراكت بيرفورمانس اللي هي اداء العقد او مستوى اداء العقد، دي مسؤوليات المقاول، دي حقوق صاحب العمل، كل ده اتكلمنا عليه. هيبقى البرفورمانس سيرتيفيكت اللي هي بتتاخد في اخر المشروع، كلوز اوف كونتراكت اللي هو ايه اغلاق العقد، ازاي يعني تشيل العقد بالاسباب ايه، اما تنفيذ العقد وانهاء، واما انهاء العقد بشكل معين، وقوع حدث في قوة قهرة، في اتفاق تعديل بين الطرفين او قرار من محكمة مختصة بالعقد. طيب الكونتراكت ادمنستريشن هنا عندنا ايه بقى؟ وظائف ادارة العقود الرئاسية بتاع المهندس تنفيذها. ادي الوظائف اللي ايه؟ اللي هي يتعين على المهندس تنفيذ مهام اداره العقد التاليه، دي اخر نقطه اتكلمنا عليها المره اللي فاتت اهي، كل دي عشان اعيدها تاني.
35 هنا بقى ايه؟ وقفنا هنا. احنا خلصنا الايه؟ خلصنا احنا هنا، خلصنا 35 40، خلصنا كل ده، احنا خلصناه كل ده، خلصناه كل ده اللي هو كان 48 49 واحد، كل ده احنا خلصناه. والله فضلت اقول رئيسي كل المهام بتاعتي ايه بتاعت. طيب هنا النقطة الثانية في ايه؟ في الكونتاكت ادمنستريشن اللي هي مهام أخرى يقوم بها المهندس. الناس اللي مارست اشتغلت وعارفه هتلاقي الكلام ده يعني بيس اوف كيك، سهل جدا وواضح وكل حاجه. يعني بالاضافه لكل الفانكشن اللي عملها الانجينير قبل كده هيضاف عليه 18 مهمه ثانيه بالاضافه ل 49 مهمه السابقه. خلاص؟ اول حاجه in addition to the above functions, the engineer is required to carry out following tasks to facilitate the smooth execution of the contract. يعني بالاضافه لكل الفانكشنز اللي عملها المهندس هيضاف عليه ايه؟ الايه؟ ال 18 نقطه اللي جايه. طيب تضاف ال 49 نقطه اللي فاتت. طيب اول حاجه arrange the kick off meeting and initiation of the contract. اول حاجه في المهام الاخرى مش مسؤوليات ولا المهام بقى، المشروع بدا وبدا هبتدي يشتغل هيعمل ايه؟ في اول حاجه في كيك اوف ميتنج للايه؟ للعقد. المفروض بيتعمل ما بين المالك وما بين الاستشاري اللي هو بتاع شبكه التنفيذ او بتاع اداره المشروع وايه ووزاره المشروع والمقاول. يعني الاطراف كلها موجوده وبيبقى في كيك اوف ميتنج بايه؟ بيجهزه اللي هو الكونتراكت مانجر وبايه؟ وبيدير وبيعمل الاجنده بتاعته وهكذا. طيب ارينج اند شير ريجولار بروجرس ريفيو ميتنجز، بيبقى في اجتماعات دوريه. عادة المشروع زي ما قلنا ما فيش حاجه اسمها مدير مشروع هيعرف الكلام اللي احنا بنقوله ده اللي بنتكلمه ده او حد يعتبره غرور او حاجه، احنا يعني ايه يعني يعني ما ما يعني يعني انا بس انا كل همي ان احنا نهتم باللي بنقوله ده يبدو هو بسيط جدا انما نفذته وخلاص. يعني لو احنا اتبعنا الكلام اللي احنا بنقوله ده كله نقوله لاخره مش حفظ ولا صم ولا الى اخره، لو طبقناه بفهم مش ممكن نوقع منك مشروع. طيب هنا بنقول ارانج اشير ريجولار بروجرس ريفيو ميتنجز. انت في اي مشروع في اي مشروع اوعى ما تعملش تقرير ميتنج اسبوعي. لو انت مالك، لو انت استشاري، لو انت مقاول، اوعى ما تعملش اجتماعات اسبوعيه ومراجعه اسبوعيه اللي هو الايه؟ الترتيب الكيك اوف ميتنج ده في الاول خالص، بعد كده الاجتماعات الدوريه مراجعه التقدم. كل اسبوع انا بتقدمت ايه وايه وفي ايه؟ وعلى فكره والريبورتس مظبوطه جدا، نخلي بالنا يعني يعني مش اقول ده مثلا البرنامج الزمني اللي عندي اهو محطوط واحنا بنحط ورق من الاول وبتاع، لا لا، انا خلصت ايه وما خلصتش ايه، واللي خلصته خلصته ازاي وبايه والريسورسز ايه، وهل هي مطابقه للبلاند ولا لا، يعني متابعه كامله نخلي بالنا. خلاص الزيارات اللي حصلت عندنا ايه، المشاكل اللي عندنا، كل حاجه في الايه في الـ في الايه في الـ في الـ في الـ في الويكلي في الريجولار بروجرس في ريفيو ميتنجز ده اسبوعي، اوعى يكون اسبوعين. احنا اتفقنا كل ما كانت الـ 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 المشكله، يعني المشكله اللي قابلتني النهارده حلتها النهارده مش هتكلفني حاجه، اتاجلت لبكره هتتكلف اكتر، بعد ما تتكلف اكتر يمكن لو قعدت اسبوعين يمكن ما تتحلش او تتحل بحاجه غاليه جدا، نخلي بالنا من حاجه. طيب arrange and share any ad hoc meetings with other entities such as authorities or utility agencies whenever required. لو تسديد برئاسة أي اجتماع خاص مع كيانات أخرى. مش عارف المحافظة، التنظيم، أي حاجة بقى، أي اجتماعات خاصة مع كيانات أخرى زي الهيئات أو كيانات المرافق أو أخرى أو أي حاجة، يبقى ده إيه؟ ده بيبقى ده ميتنج تاني غير الأسبوعي. خلاص الأسبوعي ده اللي هو الناس اللي شغالة في الموقع اللي هو المقاول والاستشاري والموردين ومدير المشروع والمالك وكل الناس يعني اللي هي شغاله جوه. طيب
maintain records minutes of all meetings including digital recording. الاحتفاظ بالسجلات والمحاضرة، الكلام كله بسيط نخلي بالنا، ده بسيط وسهل جدا. احتفاظ بالسجلات يعني يبقى عندي سجلات ان شاء الله باذن الله تعالى. I will do my best ان كماله فاضل لنا محاضرتين في الـ في الـ في الـ في المستوى الثاني ان شاء الله. يعني في دماغي دلوقتي ده مش واحد بس لسه ما قررتش الحقيقه ان نعمل موضوعين. هنعمل ان شاء الله ان شاء الله الجاي واللي بعده. هنعمل فايلنج سيستم، يعني ده مهم جدا انك تبقى عارف فايلنج سيستم يعني ايه. انا مش بحسب الدوكمنت كنترول ودوكمنت، وعلى فكره دوكمنت كنترول ده مش انسان عادي من هم الناس. نخلي بالنا الدوكمنت كنترول ده الروح مش كلها في ايده. هنتكلم على الدوكمنت كنترول. الفايلنج سيستم احنا اتكلمنا عن الدوكمنت كنترول قبل كده. هنتكلم على الفايلنج سيستم. الفايلنج سيستم اللي هو ترتيب الفايلز، وده يعني دي واخدين شركه من اكبر شركه في العالم بتاعت اداره المشروعات. وانا يعني كان معايا من زمان قوي. انا بس انا حولته لايه؟ للالكترونيك سيستم. هوريكم الاثنين يمشي ازاي عشان ده مهم جدا برضه. الاحتفاظ بالسجلات ومحاضر جميع اجتماعات بما في ذلك تسجيلات رقميه. يعني اللي هو الالكترونيك او الديجيتال فايلنج يعني. خلاص؟ جميع محاضر اجتماعات. وبرضه نخلي بالنا مش معنى ان انا عندي فايلنج بقى بالكمبيوتر والكلام ده من اول لاخره ان ما بقاش عندي ورق ومستندات. لازم يبقى عندي ورق ومستندات، والحاجات الاصليه بتاعت الورق والمستندات تبقى موجوده، لابد تكون موجوده. يعني هي دي الريفرنس بتاع لو حصل اي كليم اي مشكله اي حاجه ان هي تبقى عندك. Receiving and responding to contractual communications between the employer and the contractor. اللي هو ايه؟ الحصول او التلقي الاتصالات العقديه من صاحب العمل والمقاول والرد عليه. خلاص؟ كل ده شغل مين؟ المهام اللي بيقوم بيها ايه؟ المهندس اللي هو ماسك مدير ايه؟ مدير العقد. اوكي؟ طيب انشاء establish and maintain documents correspondence management system to enable storage and retrieval of documents correspondence. ده اللي احنا شغالين هنتكلم عليه، اللي هو الايه؟ اللي هو الفايلنج سيستم يعني. اللي هو الفايلنج سيستم ده بتتحط ازاي وفين، والفايل ده في ايه وده في ايه وده في ايه وده في ايه. وان شاء الله بسيط جدا ومن اسهل ما يكون. Identify any critical issues which may affect the performance of the contract, including progress, quality or price of the contract, and propose remedial action to mitigate such issues and follow up the implementation of such action to ensure effectiveness. تحديد اي قضايا حاسمه قد تؤثر على اداء العقد. بما ذلك ايه الجوده؟ يعني احنا بنتابع قلنا الكواليتي. خلي بالنا الكواليتي مش كواليتي كنترول، كواليتي اشورنس وكواليتي كنترول الاثنين مع بعض. وسعر العقد واي اجراءات علاجيه لو في اي مشكله او اي حاجه زي ما قلنا نحلها ايه؟ يعني اول باول متابعه تنفيذ الاجراءات عشان نضمن الكلام ده كله يبقى ماشي صح. طيب عندنا maintain daily site records and quality records including inspection records and test records. ده اللي هو زي ما قلنا شغلة الدوكمنت كنترول، شغلة الايه؟ الفايلنج سيستم. يعني الاثنين يكونوا موجودين مرتبطين ببعض، ودول من اهم الحاجات دي في الموقع. اللي هو في سجلات يوميه، لازم فيش حاجه اسمها مشروع من غير سجل وتقرير يومي، وتقرير يومي كواليتي، وتقرير يومي اتش اس اس اي. خلي بالنا يعني التقرير بتاع تقدم الاعمال ده كواليتي. يعني هو انت الشغل كله عملت ايه؟ وده موجوده. وان شاء الله برضو في عندنا نماذج، ما اعرفش انا اوريتكم بعضها ولا لا، ان شاء الله يكون في نصيب برضو عشان تشوف الحاجات الابليكابل. انا مش هجيب لك حاجه يعني، في طبعا في كتير قوي تنزل تعمل داونلود زي ما انت عايز تنزل، بس انا يعني عايز ادي لك حاجات اشتغلنا بيها فعلا وفي مشاريع ومشاريع ناجحه ومشاريع كبيره يعني. طيب وبايدينا احنا اخذنا الموضوع ده ازاي تعمل الديزاين بتاع الديزاين اوف ذا فورم من زمان من الاول خالص. تسعه assist employer in reviewing the guarantees, securities bond and insurance policies to ensure that they are complying with the contract and remain effective. يعني لازم هو صاحب العمل طبعا هو يعني اساس الكونتراكت مانجر، بيبقى صاحب العمل والمقاول. أنا إن أو بيبقى أكتر كمان، بس الأساس اللي هو إيه؟ اللي هو الكونتراكت مانجر بيبقى. يعني أنا أول كونتراكت مانجر شفته في حياتي شفته في حكومة اشتغلت في حكومة عمان يعني زمان، كان شفته في التسعينات يعني. ده كونتراكت ده اللي هو الكونتراكت مانجر ده
وده مبدأ انا اخدته على حالي، يعني ان ما فيش حاجه اسمها جواب يدخل للمشروع ما يعديش على الكونتاكت مانجر، ما فيش حاجه تطلع من المشروع الا ما تعدي على الكونتاكت مانجر. هو حافظ الكونتاكت وعارف ابعاده وعارف خرومه وعارف مداخله وعارف مخارجه، يعني كلمه واحده ممكن تغير في حاجات كتير قوي. طيب I see the employer reviewing the financial status of the contract and ensure that sufficient funds are available for contract payment in both foreign and local currencies. لازم صاحب العمل يراجع الوضع المالي بتاعه للعقد ويتاكد ان هو ايه؟ ان هو بيوفر اموال كافيه عشان يدفع العقد، سواء انا البيمنت بتاعه بالعملات المصريه المحليه او الاجنبيه، لازم تبقى للعقد ان هو عنده ضمان لسداد الفلوس مدروس الكاش ان والكاش اوت، ويبقى يعني ماشي ملتزم بيه، يعني مش بعمل كاش ان وكاش اوت كده، لا، عشان نعرف بالظبط احنا هنصرف كام وهنعوز الشهر الاولاني هناخد كام، الثاني كام، الثالث كام، عشان الكاش هو اللي بيحرك يعني الفاينانشال مانجمنت يوقع مشروع، الاتش ار مانجمنت يوقع مشروع، التكنيكال تغييره سهل او مش صعب، الكواليتي مانجمنت يوقع مشروع، الاتش اس اي يوقع مشروع. طيب communicate with funding agencies to discuss، احنا كان كل ده بتكلم على الايه؟ على المهام الاخرى اللي ايه؟ اللي بيقوم بيها ايه؟ المهندس اللي هو مدير العقد. communicate with funding agencies to discuss all the relevant matters of the project. تواصل مع الجهات المموله لمناقشه كافه الامور المتعلقه بالايه؟ بالمشروع. خلاص؟ يبقى عارف، يعني مثلا لو انت في بنك اللي بيمول مثلا المالك او بيمول المقاول، لازم يبقى في ايه؟ في كوميونيكيشن واضحه وتبقى نبقى عارفين الكاش ان بتاعنا، المستخلصات بتاعتنا، يبقى دي من ضمن المراجعات. Prepare progress reports. Progress reports دي انا شخصيا ويكلي، وماست ريبورت ده يبقى يعني ايه؟ كتاب في كل حاجه، يعني ايه؟ يعني يعني سواء تايم، سواء تايم مانجمنت، كوست مانجمنت، كواليتي مانجمنت، ريبورتنج، صور، الستاتستكس. انا يعني ده الكيسز بقى التشغيل نفسه عشان اقيس البرفورمنس بتاعتي شكلها ايه، قدمت كام انسبكشن ريكويست ونجح منهم كام، يعني كل حاجه، كل ما يتعلق بالمشروع لازم يتحول الى داتا موجوده جوه ايه؟ جوه 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 دوكيمنت، والدوكيمنت ده محفوظ منه بيبر او هارد كوبي، موجود منه ايه؟ سوفت كوبي. طيب ensure proper collaboration among all parties involved، اللي هو ضمان التعاون الناسب من جميع الاطراف المعنيه، لان المشروع ده ما فيش في الدنيا حد يقدر ينجح مشروع لوحده، مستحيل مستحيل. احنا كنا زمان كان عندك ايه؟ مهندس، ده اسمه ايه؟ اسمه مدير المشروع، او اسمه مهندس المشروع، واسمه بتاع الكواليتي، واسمه بتاع كل ملاحظ، واسمه المراقب، واسمه بتاع المستندات، واسمه كان. عشان كده تلاقي الناس الشباب اللي زينا، يعني ايه اللي هم اللي واخدين الموضوع بجد، تلاقيهم ايه الكلام ده كله دايسين يعني صح، بس اللي طور نفسه ماشي، اللي ما طورش نفسه يبقى عليه العوض. طيب liaise with the local authorities and other government institutions to facilitate obtaining of licenses and permits required to carry out certain activities. صاحب السلطات المحلية لا صاحب يبقى عارف المؤسسات الحكومية الأخرى تسهيل الحصول على ترخيص استعداد وكلام بعض الأنشطة. يعني في أنشطة معينة ولازم مرتبطة بإيه؟ السلطات المحلية. أنا لو بعمل مثلا ترافيك، عندي ترافيك مانجمنت ومحتاجت إن أنا أعدل الطرق، أعمل أي حاجة، ودي حصلت كتير معانا، يعني إن أنا حاجات جايه من المينا مثلا وعايز ادخلها في مشروع عندي ومحتاجه في طرق، بنضطر ان احنا نوسعها، بنضطر ان احنا نوطيها تحت كوبري مثلا عشان
جاي حاجه اعلى من المسافه بين بتاع، وكل ده بنرجعه تاني. يعني مش لا يعني احنا بندور على الطرق اللي فيها اقل اعمال ممكن تتعمل، او اقل يعني ده مهم جدا. بس طبعا ما بنديش كده، لازم يكون بالايه؟ بالاتصال بالسلطات المحليه، السلطات المسؤوله عن الكلام ده. Advise the employer in performing certain functions for which the employer is responsible. يعني في وظائف معينه صاحب العمل مسؤول عنها. يعني التراخيص دي اللي مسؤول عنها صاحب العمل. يعني غير لو انا مقاول عندي تراخيص للناس بتوعي لاي حاجه الكلام ده كله، ماشي. انما تراخيص المشروع نفسه الاصليه قد صاحب العمل يكلف المقاول بيها، لكن يعني اصلا ده شغله يعني. يعني الاول لو بيعملها ايه؟ باسم صاحب المشروع يعني. لو اتفق مع ان اول ما يعمل اول نظير فيس معين او نظير حاجه معينه، ده بيعملها باسم مدير المشروع مش باسمه هو. طيب advise the employer in performing certain functions for which the employer is responsible. بدي مشروع صاحب العمل في اداء اي وظائف صاحب العمل مسؤول عنها يعني. يعني كقصدك معجل، انا مسؤول عن الكلام ده كله، وعارف الحدود ايه، وعارف القانون المصري في ايه، وعارف القانون الاداريه فيها ايه، عارف اللي هو مدير المشروع بيبقى يعني مش اي حد يعني، مش اي حد. اوكي okay. يعني ده تخصص من التخصصات الكويسه قوي وشغلها كويس يعني. نمبر 16 prevent issues becoming disputes due to misunderstanding or negligence. انا اخلي بالي وانا مدير عقد في 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 مشاكل ممكن تحصل ما بين المالك وما بين المقاول، او تحصل مشكله بين المالك والمقاول، او بين الاستشاري والمقاول بسبب سوء التعامل او اهمال او الى اخره. يعني حد فيهم يعتقد ان الثاني بيهمله والثاني مش بيسمع كلامه والثاني اللي هي الحاجات اللي ايه وبنتكلم عليها في الايه في الـ في الـ في الكوميونيكيشن سكيلز. ان انا لازم اكون يعني ايه عارف انا بتصرف ازاي، بتكلم ازاي، بتعامل ازاي. يبقى انا عندي ايه السكيلز بتاعت الكوميونيكيشن، ودي من اهم الحاجات اللي بتنجح المشروعات وبتنجح الحياه وبتنجح كل حاجه يعني. طيب advise the client of possible modifications and design specification and method of carrying out the works in order to mitigate errors to improve the performance of the works or to shorten the construction time. تعيين وشروع بسأل التعديلات الممكنة اللي هي possible modifications في التصميمات. يعني ممكن لو انت واحنا بنشتغل في الشوب دراونج مثلا بيقابلنا حاجات في التصميمات نحس ان هي محتاجه تغيير. طبعا احنا لازم نعملها يعني انت كمقاول التكنيكال اوفيس عندك قوي ويراجع بيعمل اب شوب دروينج بيراجع الديزاين في حاجات قانون في يعني قانونيه كتير يعني العمل التصميم هو المسؤول عنه. بس للاسف برضه احنا ما زلنا هنا ماسكين في نقطه يعني مش حلوه يعني مش حلوه. ان هي يعني ايه ان دايما في العقود يقول لك ايه المقاول مسؤول عن اعمال التصميمات كانما ايه؟ كانما هو اللي عملها يعني. فدي طبعا ده خطا جسيم ولا اخلاقي يعني. بس يعني ربنا يبارك فيه استاذنا الدكتور شريف الهجان يعني متبني الموضوع ده بينادي بيه بقى اكتر من 20 سنه ولله الامر مقدم من بعد. طيب carry out design changes as required and issue necessary construction loan to fix such design changes. يعني اجراءات التصميم تغييرات التصميم حسب الحاجه واصدار التعليمات. تغيير التصميم ده ما بيجيش كده. انا لازم ابعت للمالك واقول له التصميم الفلاني او حاجه فلانيه مش مظبوطه او انسيف و و و الى اخره، وبتتثبت بقى بالحسابات وكل حاجه، وهو بقى ايه وبتقول له والله مضروره ومحتاج كذا 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 كذا. والله هو قال لك قبل ما خلص وانتهينا او خلاص ما انت بتشتغل وانت غير مسؤول خلاص، ما انت اثبتت ان انت قابلت حاجه ومش مظبوطه يعني. خلاص مش تقول والله ده احنا هنعمله بس مش احنا مسؤولين عنه. الحاجات دي ما فيهاش كسوف ولا فيها احراج. خلاص اجراء تغييرات التصميم حسب الحاجه واصدار التعليمات والتصميمات الاسم الاحداث تغييرات التصميم ماشي. في الحاله دي احنا بنعمل بقى بتعمل تصميم بتعمل اي حاجه وبتصدر تعليمات بقى على الرسمات دي وبتاخد البروسيدر بتاعها. طيب احنا كده خلصنا ايه 13 نقطه الخاصه بايه؟
اللي هي الاذر بوينتس او الاذر فانكشنز اللي بيعملها. طيب دلوقتي بنتكلم على ايه؟ المسؤوليات الرئيسيه للمهندس. ايه بقى المسؤوليات الرئيسيه للمهندس؟ دول سبع مسؤوليات. اول حاجه مراقبه الاداء اللي هي الايه؟ مونيتورنج بيرفورمانس. خلاص؟ بيرفورمانس مونيتورنج اللي هو ايه؟ مراقبه الايه؟ الاداء. مونيتورنج بيرفورمانس مونيتورنج اوف ذا كونتراكت از كي فانكشن اوف بروبر كونتراكت ادمنستريشن. يعني انا دوري في الموقع ايه؟ بالنسبه للعقد ان انا براقب البرفورمانس بتاعت الكونتراكت. هل انا منفذ العقد صح ولا مش منفذه صح؟ هي دي اللي هي دي الوظيفه الاساسيه اداره العقد. الغرض من كده ايه؟ بيرفورمانس مونيتورنج اوف كونتراكت از كي فانكشن اوف بروبر كونتراكت ادمنستريشن. خلاص؟ The purpose is to ensure that the contractor is performing all duties in accordance with the contract and for the employer to be aware of and address any developing problems of issue or issues. يعني غرض من مراقبة الأداء إيه؟ إن أنا بتأكد إن المقاول شغال جميع الواجبات اللي عليه، يعني مطبق اللي في العقد. بعمل كذا، عملت كذا بشكل معين وكواليتي معينة وفي تايم معين. يبقى إيه؟ إحنا إيه؟ بالاكل ما بيعمل كل الواجبات بتاعته، وصاحب العمل على درايه باي مشاكل او قضايا متطوره ومعالجتها. عشان كده زي ما بقول لحضراتكم الويكلي ميتنج، اوعى حد يتنازل عنه لو مسك موارد اي مشروع ولا يقول لك ده تضييع وقت ولا 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 لا لا. والاكثر من كده، لو انت مدير مشروع في مشروع مقاولات لازم ديلي ميتنج. لو انت دخلت في جوه بقى الليتست مانجمنت سيستمز اللين بقى بروجكت مانجمنت والكلام ده اخره، فانت ايه دي هتعتبر اللي هي الايتريشن بتاعك. يعني المفروض ان في ايتريشن في فتره معينه انت ايه دايما تطلع النتائج وايه وتراجعها تاني وهو الى اخره، السيستم نفسه والثير اوف لاست بلانر والكلام ده كله، فيلوسفي اوف لاست بلانر. فالمهم عايز اقول لك على حاجه، لو انت مشيت بالشكل اللي بقول لحضراتكم عليه ده، وعلى فكره حضرتك عمالنا شغالين كده، خلي بالكم مش انا بس، المشروعات كلها في هنا في مصر او في اي حته هذا كان لازم يكون موجود. لو انا مهندس مدير مشروع في مقاولات، يوميا عندي اجتماع مع الناس بتوعي 10 دقائق ربع ساعه زي ما يكون. خلاص؟ عندي اجتماع اسبوعي مع المالك والاستشاري ولو في موردين، لو في اعتماد حاجات ومطلوب ان الناس كلها تجتمع تتخلص في اسبوعها، ما تتاخرش الاسبوع اللي وراها. اي مشكله تخلص في يوميها، ما خلصتش لازم في الاجتماع الاسبوعي لازم الاطراف كلها موجوده نحلها. طيب يوجوالي ا كونتراكت از مونيتورد بيزد اون تايم كوست اند كواليتي. الثلاث حاجات اللي هو ايه؟ بيتم مراقبه العقد في ايه؟ هو حاجات الثلاث حاجات متفق عليها. انا لما تبقى هخلص اون تايم، كميه معينه في وقت معين، بكوست معين، بتكلفه معينه، اللي سعري اللي موجود في المقايسه او سعر اللي موجود من ضمن مثلا لامسم او الى اخره، وبكواليتي معين، بمواصفات معينه. يوز ذا كونتراكترز وركس بروجرام. خلاص؟ كونتراكت برايس اند كونتراكت سبيسيفيكيشنز از بيز لاينز ريسبكتيفلي. يبقى انا ايه؟ الكونتراكت برايس اللي هو سعر العقد والمواصفات بتاعت الكونتراكت، وبرضه والتايم سكيدول بتاع الكونتراكت، هم دول الثلاث حاجات اللي بتعمل ايه؟ باساس الوقت والتكلفه والجو. ودول هم الثلاث حاجات الاساسيين. طبعا دايما كل حاجه في الوقت ايزو اي حاجه بيدخل فاكتور رابع اللي هو ايه؟ اللي هو ارضاء العميل. ده طبعا احنا بنعمل كله عشان نرضي العميل. لو عميل لو العميل عملت الكلام ده كله وريدي بقى كويس، خلاص بقى انت عملت اللي عليك. يعني ممكن تعمل الحاجات دي كلها والعميل في دماغه حاجات تانية، لازم ايه؟ يا يقتنع باللي احنا ماشيين بيه صح، يا انفذ له، اقرب يعني اعرف ان انا ككوميونيكيشن بتكلم مع العميل ازاي، اعرف ان انا يعني ايه؟ يعني اعمل الصح وايه؟ ويبقى هو مقتنع بيه وعارف ان انا بعمل الصح. طيب البيمنت سيرتيفيكيشن. البيمنت سيرتيفيكيشن ده
أو the contractor should submit his statement in accordance with the contract stating the amount is entitled for based on the works completed during the period for which the statement is made. البيز سيرتيفيكيشن ده تبع مده المشروع وتبع الاتفاق في العقد. يعني ده ممكن يبقى مثلا عاده احنا عاده في المشروعات العاديه بيبقى كل شهر. لو انت بتعمل مشروع بيزك الكتروميكانيكال ممكن يبقى اقل من كده. مثلا في المستخلصات في ال 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 اللي هو البيمنت الاولاني خالص اللي هو بيسموه الدفعه المقدمه. خلاص الدفعه المقدمه دي برضه تعتمد على طبيعه المشروع على نوعيته. عاده الدفعه المقدمه دي بتبقى يعني في مشروعات بنوصل ل 20% في مصر هنا وفي الخليج. طبعا بس اعتقد الموضوع ده ايه ما بقاش دلوقتي تبع يعني عايز ينجح مشروعه 20% كويس كويس قوي وبتمشي الامور كويس بتبقى يعني يقول حاجه لها مميزاتها ولها عيوبها ودي هتلاقوها موجوده في ايه في محاضره كنا عاملينها مع بعض كان اسمها ايه اسباب تعثر المشروعات فيها كل النقط دي كنا قلنا اخرها وهتلاقي كل حاجه لها الايه البوز بتاعه النيجاتيف بتاعها. The contractor should submit his statement in accordance with the contract and certificate to the amount he is entitled for based on the works completed during the period of his certificate made. يعني لو انا متفق ان انا المستخلصات بتاعتي شهريه ودي عاده يعني يبقى لازم ان انا يعني ايه يتعمل المستخلصات شهريه. احيانا واحيان كثيره جدا بيتقال ايه؟ ان الاعمال الشهريه المستخلص لن يقل مثلا لو انا بعمل مشروع مثلا ب 120 مليون لمده سنه يبقى 4.5 ان انا لو شهر اقل من 10 مليون مش هعمل لك مستخلص عشان ايه المقاول يشتغل صح مثلا يعني خلاص. فلو في 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 شروط بتبقى كده في العقود لو انا عملت 8 مليون ونص او 9 مليون مش هيتعمل لي المستخلص بالقانون خلاص اضطر يبقى يتاخر انا ايه شهر تاني وده ممكن يبوظ لي الايه ال طبعا الكاش ان والكاش اوت وبوظ الدنيا يعني والبرفورمانس بتاع الشغل وتقدم الاعمال لان طبعا المشروع مبني على ايه؟ على اساس الكاش اداره الكاش مع ايه؟ مع الشغل يعني. طيب كونتراكتر احنا قلنا ايه؟ The amount of the contractors is entitled for should be evaluated based on rates or prices stated on the BQ schedules for each item or rates prices agreed or determined by the engineer and actual quantity of work carried out. ان المبالغ اللي بيحق المحصول عليها دي بناء على الاسعار اللي هي في الجداول الكميات وفي البي او كيو وفي الكلام ده من الاخر. اوكي؟ والكميه الفعليه اللي اتعملت في الناس. طيب the engineer should review such statements to verify whether quantities given for each item is correctly representing work actually completed on site. مدير العقد لازم يتاكد تماما ان يتاكد ويشيك ان الشغل اللي معمول في الموقع هو ايه؟ قد الكميه الفعليه. طبعا دي شغله اصلا شغله البلانر. لكن لازم يكون برضه ايه عندك كنترول بتاع مين؟ بتاع الكونتاكت مانجر. لان هو اللي في الاخر هو اللي بي ايه؟ يعني لازم يبقى عارف. وانا يعني الحاجات دي كلها المفروض ما تبقى واضحه للناس كلها. نفس الناس اللي في الموقع الملاحظين المراقبين المهندسين يبقوا عارفين ان هم براود ان هم ماشيين مثلا طبقا للعقد طبقا للكميات طبقا للكواليتي طبقا للاتش اس اي يعني يبقى جاي ماشي حاسس ان هو شايف المشروع بيدار صح ومحترم وهكذا. However it's not mandatory for the engineer to certify interim payment value of which is less than the minimum payment amounts prefer the contract data or appendix of the tender bill. النقطة كنت بقول لحضراتكم عليها دلوقتي ان لو انا لو في العقد بتاعي ان انا مثلا كل شهر انتاجيتي 10 مليون وبيبقى موجود نص في العقد وكده ما اعرفش قبلت ولا لا ان لو الـ قيمة الاعمال قلت عن مثلا مبلغ كذا مش هتاخد مستخلص لان مش هتاخد مستخلص الا اذا المبلغ وصل لكذا.
من حقك بقى لو هو خلصت مثلا بعد اليوم ال 25، بعد اليوم ال 30 او ال 35 انك يعني وصلت لفاليو معينه، يعمل لك مستخلص. ما وصلتلهاش انسى. المصيبه الاكبر بقى ان يبقى النص انك لو ما كملتش مالكش بقى الا المستخلص اللي وراه. فدي بتعمل بروبلمز كثيره جدا يعني، لو النص مش هذا الشكل. فبرضه دي حاجات مهمه جدا عشان برضه نخلي بالنا من ايه؟ من اي كمدير مشروع تبقى لما تبص على العقد تبقى فاهم وعارف الابعاد ايه. مش ان شاء الله اهو عقد، احنا فرحين، احنا خدنا عقد ووقعنا عليه ومضينا وحضرنا الاحتفال وسقفنا لبعض وخلصت. لا، ابقى عارف ان انا العقد معمول والانتكشنز بتاعته ايه والابعاد بتاعته ايه والبوزيتيف بتاعه ايه والنيجاتيف بتاعه. عارف احضر نفسي كويس قوي ان انا ايه هطبق عقد. يعني انا اذكر كنت ماسك مدير مشروع هنا مهندس مصر في قرب العرب، فالله يرحمه الدكتور كان ماسك هنا قبض المهندسين. فقال لي انت عارف انت هتعمل ايه في المشروع؟ قلت له اه. فقال لي عايز تعمل ايه؟ قلت له هقرا العقد واطبقه. فده يعني شغل مدير المشروع، هتقرا العقد وتطبقه. طبقه صح بقى تحت ايدك كل الناس، بلاك التنظيم بتاعك دلوقتي من التكنيكال اوفيس و و و و كان الى اخره، وهتطبق كل اللي في العقد بواسطه الرجاله بتوعك اللي بتاع بتعمل الفور فانكشنز اوف مانجمنت اللي هم البلاننج اورجنايزنج كنترول. دي من ابسط حاجه على الفور اي ريسورس اللي هي الايه؟ الفور ام اللي هي مان باور وماشينري وماتيريال وماني. ده ببساطه شديده وهي لا تزيد عن كده. خلي بالنا يعني ما تتخضش من كثر الكلام ومن كثر الحاجات اللي بتتقال في البروجكت مانجمنت، ما تتخضش منها. كل حاجات بسيطه جدا جدا جدا، بس المهم انك تبقى عارف الاصل ايه. يعني ما تدخلش مثلا على 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 ان انا هشتغل بقى باللين بروجكت مانجمنت او مثلا بالسكرام او بالاجايل والكلام ده كله من اخره وانا مش عارف يعني ايه اصلا بروجكت مانجمنت. لازم الكلام اللي بيقوله ده، عشان كده بقول الكلام اللي بيقوله ده مهم جدا. وعشان كده انا بنصح دايما بقول يا حضرات الافاضل، رجائي رجائي انشروا هذا الكلام بنيه ان احنا نفوق الناس بتاعتنا. احنا مشكلتنا في 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 في, 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 في منطقتنا العربيه كلها اول اخرها الاداره. وكان احنا بنتكلمه ده ما هوش مش ما احناش داخلين في 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 تعقيدات في الاداره ولا احنا ابسط ما يكون. وانشروه انشروه وانشروه باوسع ما تقدروا. وشوفوا المحاضره اللي بينزلها الباشمهندس احمد كل يوم دلوقتي والمهندس محمد معتز، انشروها خلوا الناس تعرف يعني مواضيع بسيطه جدا 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 ومحطوطه دلوقتي بشكل يعني رائع يعني. فانشروها بنيه انك بتساهم ان يعني ايه ان احنا نرفع الغمامه عن كل واحد. يعني مش معنى ان انا بشتغل بقالي 20 سنه مهندس ان انا بدير، لا انا ما بفهمش اداره او ما اعرفش يعني اداره امر مع ايه؟ ما يعني هبقى اسم مدير مشروع بس، انما بالحقيقه ما بديرش. طيب المسؤوليات الرئيسيه للمهندس، احنا وصلنا لغايه هنا قطاع المدفوعات. طيب دي مسؤوليات رئيسيه للمهندس، دي ايه؟ دي ثالث مسؤوليه اللي احنا قلنا هم كم واحده؟ هم ايه؟ سبع مسؤوليات. احنا دي الثالثه بتاعتهم. A public entities have the responsibility to protect the interests of the employer and other appropriate circumstances may be necessary to withhold payment for contractors strictly in accordance with the terms of the contract. Circumstances where it may be necessary to withhold payment include but are not limited to. يعني دلوقتي كل الهيئات والناس كلها تبقى مسؤوله عن حمايه مصالح صاحب العمل. يا صاحب العمل ده الراجل اللي بيستثمر اللي هو عمل الفكره وعمل المشروع وجاب الاطراف كلها، جاب الاستشاريين وجاب المقاولين وجاب المورخين وجاب الكلام ده كله عشان ينجح مشروعه. يبقى الهيئات العامه من بقى من حكومه بقى من 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 مؤسسات من لازم ايه؟ نحمي مصالح صاحب العمل. يعني صاحب العمل ده خبرته، ودي نخلي بالنا برضه دي حاجه مهمه جدا 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 جدا.
انت لما بتشتغل مقاول هو صاحب العمل ما بيبقاش متخيل بالشكل النهائي الموضوع. بس الحاجات الجديده بقى البيم بقى والبرزنتيشنز والفيديوهات اللي بتتعمل انيميشن والكلام ده كله دلوقتي، انا صاحب العمل بشوف كل حاجه من قبل ما تشتغل. لكن اساسا كان ده من زمان بنقول ايه؟ ايه الفرق بين المهندس وغير المهندس؟ المهندس بيشوف المبنى بتاعه او الناتج قبل اي واحد تاني. خلاص؟ فممكن المالك او صاحب المال مش متخيل الشكل النهائي ايه. بس دلوقتي ما بقتش صعبه، لان دلوقتي ايه البوسيبلتيز دلوقتي سواء بالانفورميشن موديلنج وبطرق بقى العرض بالفيديوهات. دلوقتي احنا من كام سنه، احنا من مده كبيره بقى، اكتر من 15 16 17 سنه، كان المشروع اللي احنا داخلينه بيتعمل فيديو يعني انيميشن يكاد يكون متصور يعني زي الطبيعه بالظبط، وفي الالوان وفي المداخل والمخارج وكل حاجه، ولو عمل مستشفى كل اللي فيها وشكله ايه وده ايه وده ايه وده ايه وده ايه وده ايه، لو عمل طرق فيها كذا ان ديتيل. اي صاحب عمل الكلام ده بيبان قدامه قبل ما ايه، قبل ما قبل ما حتى ما يكمل انشائي والكلام ده كله من اول اخر. ف البابليك انتيز هنا معلش دي طريقتنا الكلام ده كله، ان كلنا لازم نحمي مصالح صاحب العمل، لان هو اللي بيستثمر. لو احنا فقدنا مصالح صاحب العمل ده، فقدنا المستثمرين، فقدنا الناس اللي هي بتشغل، كلنا خسرانين. فانا لازم انا حتى وانا كمقاول لما الاقي حاجه هو ممكن يعمل لي ارخص او احسن او اخره، لازم ابلغه. يعني دي حاجه اثكس، اخلاقيات. ما اشوفوش مثلا بيعمل حاجه بشكل معين، وهي دي مشكله بتحصل مع ناس كتير. يعني ان هو ممكن ما يفهمكش، يفكر ان انت بتتدخل في شغل استشاري، يفكر ان انت عايز تخليه يعمل حاجه اكبر او لا. انما واقع الامر لازم يبقى ايه، نبقى اخلاقيين في حاجتنا، وايه ونحافظ على الـ على الـ على المالك، ونحافظ عليه. احنا مش كلام وخلاص، لا يعني ما نخلوش يصرف في حاجات ما لهاش لازمه. خلاص ما يسمع حاجات ما لهاش لازمه. برضه في الفاليو انجينيرنج يمكن احنا ما اتكلمناش عليه هنا كتير، ممكن ان شاء الله يبقى فيه عمر ان شاء الله في الـ في الـ في, الـ في الليفل الثالث ندخل برضه الفاليو نتكلم عليه. وده ما قلت برضه، ده ما باكد، احنا ما بنتكلمش كمتخصصين، احنا بنتكلم مدير المشروع يبقى عارف. يعني انا مدير مشروعات كنا بنحضر يعني في السنه مثلا اكثر من 20 فاليو انجينيرنج سيشنز. فيعني ايه ومن غير سيرتيفيكيشن، من غير حاجه، تبقى فاهم وعارف وقاري وعارف الفاليو انجينيرنج كانت بتعمل ايه. فكل ده برضه ان شاء الله اذا في عمر ان شاء الله، وفي ربنا اعطانا الاجل ان شاء الله ربنا يقدرنا ونقدم برضه الكلام ده، نبقى عارفين يعني ايه فاليو انجينيرنج. والموضوع برضه فيري ايزي. بيقول public entities have the responsibility to protect the interests of the employer and under appropriate circumstances may be necessary to withhold payments. ممكن احيانا نضطر ان احنا ايه نحجب ما ندفعش الفلوس بتاعت المقاول، بس ده ايه وفقا لشروط العقد، بس بدقه، ما يبقاش تعنت، ما يبقاش بقى انت مش عارف ايه، انت ما عملتش ايه، يبقى انت عامل ايه. لا، لان التعنت ده ما بيجيبش غير الفساد، ما بيجيبش غير ان كل واحد بيركب راسه وبيمسك غلط، والخساره بتبقى ايه؟ بتبقى عامه، وبيخسر المشروع وما بيخلص. تشمل الظروف التي قد تكون مضروبه فيها امتناع دفع سن سكن الحصر. يعني ما يعني ايه؟ upon termination of contract by the employer. يعني هنلاقي الشروط، هنلاقي بعد كده ان صاحب العمل لو المقاول فشل ان هو يحقق المشروع ممكن يوصل لحل الاخير، وده محتاج هنتكلم عليه، ان هو ايه خلاص يعملوا انهاء للعمل وخلاص. هعمل ايه؟ مش عند بقى ولا عشان يعاقبه او بتاع، لا نخلي بالنا، هنتكلم على الكلام ده بعد كده. لكن انهي العمل؟ لان خلاص المقاول ده مش قادر يعمل اكتر، دي قدراته وعايش هنا وقعد كده ومش هظلمه، اللي عمله هياخده واللي ما عملوش مش هياخده، خلصت. ولو في بنالتيز اي حاجه يبقى ايه، انا كمالك
ممكن برضو ابص لها بصه، يعني بصه ان احنا برضو احنا يعني ممكن المقاول ده المقاول كويس، لكن ما اقدرش على المشروع ده فما اخسروش برضو. يعني لازم يبقى عندنا نوع من الحنكه والرؤيه البعيده، ويبقى عندنا استراتيجيك ثينكينج واستراتيجيك يعني مانجمنت في حياتنا كلها. والى اخره عند انهاء العقد المقابل الصحي بقى هو ابوينت ترمينيشن اوف كونتراكت باي امبلوير، ودي هتبان بعد كده، هتبان في الكيس بتاعتها. اوفر بيمنت ديو تو ايرورز ذا بريفيوس بيمنت سيرتيفيكت، يعني هنا ايه اقتطاع مدفوع بقطع منفعات امتى؟ لو انا بنهي العقد، لو انا كمالك والمقاول ما قدرش ينفذ الكلام مش فشل ما قدرش، فهنعمل ايه؟ هستنى نقطة من الفلوس. الحاجه الثانيه لو حصل مثلا قدمنا المقاول قدم مستخلص وكان في كميات بصرف النظر بقى بقصد او من غير قصد، لكن حصل ان اتحط كميات زياده، المفروض نعمل مثلا 200 متر مسطح حطيناهم 2000، ما نفضلش بقى على الغلط ده، يبقى لازم المستخلص اللي بعده اصلح هذا الكلام واختار الاعمال دي خلاص. التكاليف غير ملؤومه او موثقه، ممكن يتحط كوست معين او كوانتيتيز معينه وما اتعملتش، او اتعملت لكن ما لهاش مع كلام، عشان الانسبكشن ريكويست مهمه جدا جدا جدا. يعني انا وانا بعمل اللي اسمه ايه ده المستخلص، عشان كده بقول لحضرتك ده موضوع فيه تكامل. مدير المشروع يبقى عنده تكامل، يكون عنده تكامل يبقى فاهم كل حاجه خلاص. الحاجه خلصت اتسلمت، هل انت سلمتها عشان تاخد فلوسها؟ هو انت ينفع انت سلمت شغل وما استلموش الاستشاري وما استلموش المالك انك تاخد فلوسه؟ ما ينفعش خلاص. عندك النمره 4، يعني امتى ممكن تقتطع من البيمنت، تقتطع من المدفوعات. التكلفه التصحيح او استبدال اي اعمال معيبه حتى اكتمال التصحيح او الاستبدال، يعني ممكن يتعمل حاجه غلط سواء معماري سواء انشائي سواء اقول لكم ميكانيكال سواء اي حاجه، اي حاجه اتعملت غلط، عمود اتحط ما في متزحزح مثلا 30 40 سم ولا حاجه، او مثلا اي حاجه اي خطا اي خطا، بياض اتعمل وحش، اي الكتروميكانيك عمل وحش خلاص. فالتصحيح او الاستبدال الكلام ده لازم يكتمل ويستبدل ويتعمل صح عشان ادي فلوسه خلاص. فده ممكن يكون خلصه لكن ما تمش استلامه وفي عيوب، يبقى انا ايه بقطع من ايه من الفاليو بتاعت المستخلص بتاع العمل. قيمه العمل او التزام الذي يقوم به المقاول حتى يتم تثبيت العمل او التزام. الفاليو اوف ورك اور اوبليجيشن ويز ذا كونتراكتور فيلز تو بيرفورم، الايه الاعمال والالتزامات اللي المقاول ايه ما فشل ان هو ينفذها until the work or obligation is performed، لغايه ما ايه ما تخلص الاعمال دي. طيب إدارة بقى تعديل العقود، يعني دلوقتي هل أولا ما فيش حد في الدنيا عنده الحق إن هو يعدل العقود في الدنيا إلا إذا اتفق الطرفين مع بعض وقد بقى خلال يعني مش عافية يعني ودية يعني. الكونتراكت فاريشن مانجمنت، طيب during the term of a contract it may become necessary to make changes to the work. It should be instructed as a variation of the contract and the variation should be managed in accordance with the provision of the contract. يعني لو في اي تغييرات ماشي. تغيرات بمعنى ايه؟ زادت كميات او قلت كميات خلاص؟ زادت مواصفات او قلت مواصفات ماشي الحال؟ لا variation. انما اللي لا يمكن يتغير اللي هو الايه؟ The change of the scope of the contract should not be instructed as variations but should be affected through an amendment to the contract which should be required the agreement of both parties to a revised contract price and time for completion of the works. Contract amendment require approval from federal authorities depending on the value of the contract. يعني افرض ان انا ببني مثلا اي حاجه، يعني ببني فندق، ببني مدينه، ببني اي حاجه، وبعدين طلع ان انا محتاج ازود دور
خلاص، مش هقول ان انا هبني مبنى ثاني جنبه او اي حاجه، يعني عنصر ما كانش موجود في السكوب، ما كانش موجود في الرسومات ولا كان موجود في السكوب ولا كان في اي حاجه خالص. هذا العنصر ما اسموش فاريشن، لا ده التغيير في السكوب، ده لازم يتعمل له تعديل للعقد. بنقول والله مش تعديل، يعني احنا هنقعد بقى نعمل عقد او جديد، وكان نقول لك لك ايه امندمنت للعقد، ان طبقا للضروره اللي حاصله طلب مننا نعمل كذا كذا، اضافه كذا كذا على السكوب. وهذا هيبقى يا اما نقول ان هو ايتمايز نفس الاسعار اللي موجوده اتفقنا عليها، يا اما نقول اكتر يا اما نقول اقل كموافقه الطرفين مع بعض. وحقيقه انا بحب العلاقه دي جدا، العلاقه تبقى بهذا الشكل، ان هنقعد ونتفق مع بعض ونبقى عارفين، بس بشرط طبعا ما حدش يبقى مغرض ولا حد يجي على الثاني. ما هو دلوقتي اي عقد في الدنيا، لو قلنا الكلام ده في الاول ما جينا نعرف العقد، ان برغبه الطرفين وايه وبحب يعني وبفهم، يعني احنا الاثنين متفقين انا هعمل لك حاجه فلانيه في وقت معين بكواليتي معينه وكميه معينه، وهقبض لك الحاجه الفلانيه في وقت معين وبشكل معين بمنتهى الرضا. يعني انت بالظبط، هي مشكله الشغل بتاع الكونستراكشن ايه؟ ان انت بتاخد فلوس على امور انت لسه ما خلصتش، انت بتاخد حاجات يعني اعمال اللي انت عملتها ده طبعا للعقود يعني، بس مش العمل المنتهي خلاص. فهي دي بقى، هي دي 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 دي, دي المشكله، خلي بالنا خلاص. فزي ما وصلنا لنقطه ايه، ان الفاريشن عباره عن فاريشن، يا اما في الكوانتيتي يا اما في الايه في الكواليتي. انما اذا زاد حاجه اسينشال ده ما اسمهاش فاريشن، اسمها ايه؟ ادندم. السكوب بتاعي زاد، عملت مبنى زياده، زودت دور، لغيت دور، كل دي بقى ده مش فاريشن، ده ايه؟ ده ايه؟ بنعمل بنتفق وبنعمل اسعار جديده، او هي او بنقول دي كذا وبالاسعار بتاعتها كذا كذا وهكذا. بس دي انا اضافه هنا بيقول ايه؟ هو كونتاكت امندمنتس ريكوير ابروفل اوف ريفنت اوثورتيز ديبندينج اون ذا فاليو اوف ذا كونتراكت. ان هذه الاضافه او هذا النقص يحتاج ايه؟ ابروفال ريفنت اوثورتيز. يعني انا لو واخد ترخيص بمثلا بعماره مثلا 8 ادوار، والله في السكه كده خليها تبقى 10 ادوار، ماشي. انت طالب الترخيص بتاعتك بكام؟ 8، فانت لازم تعمل ترخيص ب 10. ترخيص ب 10 ده يطلب ايه؟ تعديلات العقد وموافقه، لازم موافقه السلطات الممتازه حسب قيمه العقد الاول كمان. يعني ممكن العقد، احنا عاده اي عقد بيبقى ايه؟ نورمالي كده 25 اوفر، يعني 25% فوق او تحت. في الرينج ده انت ايه، انت ما يعني فيش مشكله بالنسبه لايه، للفاليو ال 25 فوق تحت خلاص. ده غير الامندمنت، خلي بالك الامندمنت ده لو هو قدره كده جوه 25% يبقى كويس، حتى يعني برضه ما بعدتش بعيد. لكن عاده بتبقى الحاجات دي الامندمنت بتبقى ايه، بتزود الكونتراكت جامد او بتنقصه جامد لو انا حاجه دور او حاجه خلاص. طيب ديسبيوت ريزوليوشن، دي النقطة الخامسة من السبع نقط. كنت بقول دايما ايه؟ ان حل النزاعات دايما في اولها بتكون ما لهاش تكاليف. مشكلة حصلت خلال يوم او في يوم ولا حاجة، انا كمدير مشروع وكمدير عقد هلف ساعتها. لقينا مش عارف ايه، واحد بيعمل بياض مثلا مش حلو، وقف خلاص، يبقى احنا المشكله تتحل ساعتها. واحد بيركب رخام ركبه غلط، ركبه وحش، اوقفه على طول. يعني واحد بيعمل حاجه بشكل مش خلاص، يبقى لازم النزاعات دي حل اي نزاع او اي مشكله في اولها بتكون ما فيش تكاليف او باقل تكاليف. والنزاعات اذا تم اتحلت في بدايتها مش هتصعد لمستوى اعلى من كده. يعني انا جوه الموقع، لو انا مهندس جوه الموقع، ده انا مهندس تنفيذ مش مدير مشروع حتى ولا مدير تنفيذ، وانا انا مهندس والمقاول المهندس المقاول عمل غلطه او الى اخره، لو انا اقدر احلها مع المهندس ده من غير ما اكبر المشكله احسن كتير. هو ده دورنا،
يعني مش شطاره ان انا حتى كمهندس تنفيذ، وحاسس مشكله عندي في التنفيذ، مش جدعان ان انا اروح اهلل واعمل والعمل لا، شطارتك انت كمهندس تنفيذ ايه؟ انك تحل المشكله بتاعتك في الليفل بتاعك، انك ان كل ما بتطلعها لفوق بتكبر اكتر والامبليكيشن بتاعها اكبر، فالشطاره ان كل واحد في مكانه يحل المشكله بتاعته. طيب المسؤوليات الرئيسيه برضه للمهندس اللي حل ساعات dispute resolution involves a multi-tiered dispute resolution process will escalating severely severity and details of such process are covered separately in the كذا. The goal of the multi-tiered dispute resolution process is to resolve disputes before they escalate to the next level. يبقى احنا ايه ده، دي اللي كنت بقول عليها دلوقتي، ان الجول بتاع multi-tiered dispute resolution ان انا ما اطلعهاش، يعني انا مشكله في الموقع ما بين المراقب والمراقب الثاني او المهندس اللي هو الاثنين شغالين في الموقع، ومشكله مثلا في كواليتي او في اي حاجه، حليناها مع بعض خلاص بقى، ما كبرهاش، لان لو رحت الكونستراكشن مانجر بقى لها اجراء، يبقى الكونستراكشن مانجر محلش يطلع لي بنكبر المشكله، في حين ان انا لو انا الموضوع كل ما كانت اقدر، ودي شطاره المهندس خلي بالنا من اولنا من اولها خالص، يعني مش شطاره ان انا اروح اهلل للكونستراكشن مانجر بتاعي او البروجكت مانجر بتاعي او لاي حد ان انا كان عندي مشكله كذا 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 وانا وقفته وانا ما شغلتوش، لا شطارتك مش كده، شطارتك ان انت لقيت المشكله كمهندس، لو انت مهندس مبتدئ حتى واقتنع واقنعته ان دي لازم تصلح الكلام ده كله وصلحناها ماشي، يبقى انا في الريبورت الدي ريبورت بتاعي المشكله كانت كذا 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 وحليناها كذا كذا كذا، برضه بيثبت، لكن بيثبت ان المشكله اتحلت واحنا حليناها ما كبرناهاش خلاص. طيب it's imperative therefore that employer personnel respond promptly all contractor inquiries request notification and claims the initial steps to be taken are. يبقى انا لازم ان انا لازم ان انا الحاجات اللي حل المساعد تبقى معموله اول باول. اولا حل المساعد دي دول واقف في ستيبس خلاص؟ هما كام نقطه هنا؟ عندنا اول حاجه عشان احل المساعد بعمل ايه؟ بحدد المشكله عشان اشوف الموضوع بسيط قد ايه؟ من الممكن دايما او ايدنتيفاي ذا ايشو، ان انا بحدد الايشو، بحدد المشكله او الموضوع، يعني كلمه مشكله دي الترجمه الحرفيه يعني. So it's impossible. It is always possible to resolve what may appear to be as a dispute by providing the contractor with information or clarification. يعني لو في مشكله في الموقع والمقاول بيعمل حاجه بالخطا، الشطاره مني كمهندس ان انا بقى يعني اجرسه زي ما بيقولوا وابتدي اهلل واقول ده قصد كذا وانا اكتشفت كذا، لا دي مش شطاره، الشطاره ان انا اقنعه واخلصه وبدل ما تبقى مشكله كبيره ويبقى النزاع كبير، لا انا بحل وانا واقف. نمرة تلك حقائق البحث اللي هي research facts. The employer should obtain all the information regarding the dispute from all relevant sources including the engineer and the contractor and كذا. يبقى لكن صاحب العمل يبقى هو بيبقى موجود طبعا، حتى لو مش حتى في ديلي ريبورت لما بيبقى حصل مشكله كذا كذا كم اول، ولا يعيبني كم اول ان انا اقول كان في مشكله كذا حلناها بكذا، ما احنا كلنا موجودين ليه؟ وده حتى بتشتغل بعامل وبمكنه وبماتيريالز، فلازم يكون في اخطاء واحنا صلحناها. يبقى طبعا بيحصل اجمالي المعلومات بالرغم بالنزاع فيها، يبقى في من نزاع، يبقى انا الاول بحدد المشكله وبعدين بعمل بحث عليها بقى واسال جميع الناس الستيك هولدرز بتوع المشكله دي او الناس اللي الانكوربوريتد في المشكله دي، واعرف من كل واحد المصادر بتاعتها. طيب التقييم بقى بعد ما عملت لو اعمل ايفالويشن، لو the employer should review all of the facts in conjunction with the requirements and terms of the contract. The employer should then determine the appropriate course of action. ان انا كصاحب عمل، ودي طبعا دي هتبقى شغل برضه الكونتراكت مانجر، بياخد الموضوع ده او المشكله دي او القصه دي بالبحث بتاعك من اول لاخرها، ويقارنها بمتطلبات شروط العقد، ويشوف الحالات اللي زي كده لازم نحدد احنا هنعمل ايه بخصوصها. طيب
الاحتفاظ بملفات اداره العقود. احنا قلنا ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله باذن الله تعالى احنا اتكلمنا على الدوكت كنترول، هنتكلم على الفايلنج سيستم باذن الله تعالى. هو الموضوع الحقيقه انا بقيت انترست ان انا ايه اخلص من المرحله دي. واحده اللي هي لسه ما قررش حقيقه قرار نهائي، بس انا بقول لكم يعني كلامكم من قلبنا، احنا قاعدين من القلب للقلب. يعني عايز اعمل لقاء في تقييم شركات المقاولات، كمان تتقيم ازاي عشان تاخدها في شغل او الى اخره. والنقطه الثانيه الفايلنج سيستم، والموضوعين لزاز يعني. طيب المسؤوليات الرئيسيه للمهندس بقى هنا ايه؟ المينتيننج كونتاكت ادمنستريشن فايلز اللي هو الاحتفاظ بملفات اداره العقود. هنتكلم عليها مينتيننج وان سيت اوف كومبليت ماستر كونتاكت. الماستر كونتاكت زي ما قلنا الكونتاكت ده مش هو الشروط العامه الشروط الخاص. انتوا فاكرين لما كنا بنتكلم على 13 بند، شروط عامه شروط خاصه، مواصفات عامه مواصفات خاصه، الرسومات، الكواليتي مانيوال، السيفتي مانيوال، الخطابات المتبادله، الكونستراكشن بلان، السيفتي بلان، لو في انفايرمنت، كل دي اللي هي الايه؟ الكومبليت ماستر كونتراكت. لازم عندي مجموعه كامله من العقد الرئيسي الكامل موقعه من الطرفين ومختومه من الطرفين، ولازم دي نسخه اصليه، دي يعني المفروض تبقى في الكاربورت حتى مش في المشروع، وعندك المشروع يبقى صوره وتتحرك معاه. طيب بروفايد بيزس فور سيتي كليمز اند ديسبيوتس، توفير اساس لتسويه المطالبات والنزاعات. يعني اتس بيتر، ما انت احنا دلوقتي احنا بشر، يعني انت ليك وجهه نظر والايه يعني انا كمقاول ليه وجهه نظر والتجار وجهه نظر وممكن المالك له وجهه نظر. في الاخر احنا مرجعنا ايه؟ مرجعنا العقد. عشان كده موضوع العقود ما بقاش كده. يعني اول لازم احنا بنتصرف، احنا واقفين حافظين الكام بند في القانون المصري وخلصت. الموضوع ما بقاش كده خلاص. ان انت كل كلمه يعني كل كلمه يعني انت ممكن كلمه واحده في عقد تقلب لك الدنيا. يعني زي مثلا الموضوع بتاع انسحاب اليهود من بعد 67، يبقى انسحاب اسرائيل من اراضي محتله، مش من الاراضي، ما حطتش قال فايه فما باظ اراضي، يبقى اي اراضي عايزاها تسيبها واللي مش عايزاها فضلت محتله. هي دي النقطه، ان يعني ايه ان في حرف او جمله او كلمه او حاجه بسيطه جدا تبقى محطوطه في العقد وبيبقى يعني ايه تبقى ساعات بتبقى مقصوده، يعني ساعات بتبقى مقصوده، بس يعني ايه انا ما يعني انا ما بحبش الحاجه اللي هي تبقى محطوطه بنيه مش سليمه، يعني بنيه ان انا يعني اكسب اللي قدامي او اجي عليه او الى اخره. لا يعني لازم يبقى فير، كل ما كان العقد فير ومتوازن كل ما كانت المشروعات بتنجح بتبقى زي الفل. طيب توفير اساس لتسويه المطالبات والنزاعات. بس حاجه الدوكيومنتس مجموعه الدوكيومنتس الموجوده عندي هي اللي هتبين هذا الكلام. زي ما قلنا الديلي ريبورتس والويكلي ريبورتس والمارك ريبورتس الكلام ده كله هيبقى بتاعها. شوز ارايز ان ادمنستريتيف alternative dispute resolution process or cost actions. هو هنا في غلطه، يعني ايه بروفايد disputes should arise in administrative، يعني هذه انا صلحتها بس يظهر في. طيب يبقى احنا maintaining one set of complete master contract provide a basis for settling claims and disputes should there arise an administrative alternative dispute resolution process or court action. احنا هنا اهو توفير اساس تسويه المطالبات والنزاعات، وتنشا في الدليل الاداري عمليه تسويه المنازعات او قراءات المحكمه طوال دور الحياه العقد ما تكون مقدره على العالميه. يعني دي الاربع نقط اللي فوق. خلال بقى دورة حياة العقد. Through the life cycle of the contract administration files should contain، هو هنا should contain هي دي بس الـ لما اتعملت بتدير اتعملت. يبقى ايه؟ الـ contract administration اللي هي الـ إدارة العقد لازم تبقى ايه نسخه من جميع المواصفات والمعايير والرسومات والادله المدرجه في العقد بالرجوع اليها. خلاص لا دي حاجه غلط. لا تحتوي ملفات الاداره على ايه؟ على ايه يعني؟
يعني انت معرفات الاداره تحتوي على ايه؟ copies of documents constituting the contract and subsequent amendments. يبقى انت عندك صور من المستندات اللي بتكون العقد مع ايه؟ اي اضافات فيه. اللي هي صور مثلا مكون العقد مع اي تعديلات لها. يعني عملنا amendments، زودنا حاجه، نقصنا حاجه، عدلنا حاجه، يبقى لازم تبقى ايه؟ موجوده، واضحه، واضحه في العقود. copies of all specifications, standards, drawings or guides incorporated into the contract by reference. اللي هي نسخ من جميع المواصفات والمعايير والرسومات والأدلة المدرجة في العقد المرجوع إليها. طيب a list of contractors submitters required. السبميتال في 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 السبميتالز، كل انواع السبميتالز، يعني اللي هي في ريبورتس وريبورتس، جميع الايه السبميتالز. يبقى عندك كل حاجه كوبي عندك، يعني انت كم اول تبقى عندك، مش كوبي، صوره يعني اصلي يبقى عندك، واصلي يبقى عند الايه، عند المالك وعند الاستشاري. A list of all information furnished to the contractor. كل البيانات اللي بتروح للمقاول لازم، او المعلومات لازم تبقى ايه، موجوده عند برضه ايه الكونتراكت مانجر. الكوبيز اوف اول كليمز نوتيفيكيشن، كليم بارتيكولارز اند كليم ايفالويشن. جميع اختيارات المطالبات وبيان المطالبات وقيمات المطالبات. هو كليم، كلمه كليم دي يعني المطالبه. المطالبه دي واحنا شغالين، يعني ممكن احنا المطالبه دي احنا بنحلها مع بعض، مش لازم المطالبه تصل انها تبقى تخرج بقى تبقى في اربيتريشن او فيها كورت كيس اللي هي تحكيم او كورت كيس او اي حاجه. لا، انا عامل مطالبه مثلا ب ب ب باضافه حاجه او بنقص حاجه او بسعر حاجه او بكميه حاجه، وهي معموله وموجوده في الموقع وواضحه كل حاجه، والمالك شافها وموافق عليها، والاستشاري شافها وموافق عليها، خلاص مطالب خلاص. يعني مش لازم المطالبه ان تخش تبقى كليم او تبقى قضيه او لا. طيب بنفكر اصلا العاده تحتوي على ايه؟ جدول مراجعات المطابقه والمراسلات الداخليه اللي هي سكيدول اوف كومبلاينس ريفيوز، ان انا المراجعات عملتها وحاجات مطابقه، ومن ضمنها المراجعات بتاعت الكواليتي اشورنس بتاعت الايزو، الانترنال كورسبوندنسز اللي هي المراسلات الداخليه. خلي بالك المراسلات الداخليه موضوع مهم جدا، يا رب برضه افتكر، لان المراسلات الداخليه دايما بيبقى فيه اي دي ما بين كل قسم وقسم، يا رب افتكر اعملها. اف ابليكابل copies of all general correspondence related to contracts. صورة من جميع ال correspondences اللي هي الايه؟ المراسلات العامة المتعلقة بالعقد. The originals of the contractor's record. Returns, data or report submitters. أصول جميع سجلات المقاول وإدارة البيانات أو التقارير المقللة. خلاص؟ وعلى فكرة غالبية العقود كده، يعني أن أنت في اخر المشروع انت كمقاول لازم ترجع للمالك كل الرسومات وكل المستندات وكل حاجه متعلقه بالمشروع. عشان كده الايه الكونتراكت مانجر بتاع الاونر مهم قوي. الكونتراكت مانجر بتاع مهم قوي عشان ايه؟ يقدر يفهم الكلام ده كله ويجيبه ويجمعه. خلاص؟ وفي نفس الوقت الكونتراكت مانجر بتاع المقاول لازم يعمل هذا الكلام واكثر كمان. يعني الكونتراكت مانجر بتاع المقاول هيعمل ايه؟ هيجيب حاجات الحاجات اللي بينه وبين المالك وبين الاستشاري، الحاجات اللي بينه وبين مين؟ السبلايرز بتوعه والساب كونتراكتورز بتوعه. فموضوع كبير، ده اللي بيكبر موضوع المقاولات. ويعني لو كانت الاداره، علوم الاداره دي اتعملت للمقاولات يبقى كفايه عليها قوي. انما طبعا الاداره في كل حاجه في حياتنا كلها. طيب. copies of all letters or of approval pertaining to such matters as materials, the contracts and quality control program, method statement and work schedule. يبقى جميع ايه؟ نسخ من جميع خطوات الموافقه، المواد والتايم مانجمنت وكوست مانجمنت وكل حاجه، وكواليتي كنترول الكلام ده كله، لازم يبقى كل حاجه الجوابات والابروفرز الكلام ده كله يبقى موجوده. طيب the records minutes of all meetings both internal and external including sign in sheets and or agendas and كذا. هي محاضر ومحاضر جميع الاجتماعات الداخليه والخارجيه،
في ذلك اوراق تسجيل الدخول او جداول الاعمال. الكلام ده يعني نخلي بالنا، اي مشروع في الدنيا بيخلص وبينتهي وبينتهي. ويظل اللي بيعيش ايه؟ الدوكيومنتس بتاعته. لو حصل اي كليم، اي كليم ما بين مالك ما بين مقاول وبين استشاري، يبقى المشروع خلص. اللي هينجح الكليم بتاعه او مش هينجحه الدوكيومنتيشن، وقانونيته ووقته وطريقه عرضه وطريقه التعامل معاه. نخلي بالنا فما حدش يكسر على انه يعمل كنترول صح، مانجمنت الدوكيمنت صح، مراجعات صح، اي جواب يتكتب صح، وكونتراكت مانجر يراجعه صح. اما كلمه صح يعني ايه؟ كلمه صح مش صح يعني مكتوب لغه فصحى وانني وكانما، لا، صح يعني هو مطابق للتعاقد ومطابق لايه؟ للاصول ومطابق لايه؟ لمتطلبات المهنه ومتطلبات الموقف يعني. طيب الكوبي of all contractor statements and payment certificates with supporting documents. صورة من جميع كشوفات المقاول والمستخلصات وايه وكل supporting documents بتاعت المستخلصات، كل supporting documents اللي هي ايه؟ المستندات المؤيدة للمستخلصات. طيب the employer should maintain originals of all contracts in a central repository. البروتوكول على فكره ملجا المفروض يعني. This allows project staff to reference past of current contacts for useful information relating to a current project. الحقيقه الشركات الكبيره يعني شفت شركات عامله دي احتراف احتراف يعني تابعيني انا هشتها يعني اعتقد مش فاكر والله يعني في دوله من دول الخليج يعني تكون في السعوديه. الدوكمنت بتاع الشركه معمول له كده اوضه زي ايه؟ يعني صاله كبيره جدا ودواليب بتدخل وتطلع دراج كله على بعضه ودراج يعني معموله بنظام. وايه على فكره؟ ده الهارد كابلز، ده السوفت كابلز، السوفت كابلز دي معمول لها بقى يعني سيستمز مخصوصه وتخزين مخصوص وممكن يتعمل عنده في السيستم بتاعه ومتخزن عنده في الـ في الـ في, الـ في الالكترونيك سيستم او يتعمل على الـ على الكلاود بقى شوف باي طريقه. انما لازم كل مشروع يبقى له دوكيومنتيشن بتاعه، في دوكيومنتيشن طبقا بقى في دوكيومنتيشن يعني سنتين، في دوكيومنتيشن يقعد ثلاثه، في سنتين يقعد خمسه، في دوكيومنتيشن ماي فور ايفر خلاص. فدي بتبقى يعني ايه؟ بتبقى معمول حسابها او الدكتور الفاهم والشركات الفاهمه عندها هذا الكلام خلاص. فده بينفع في ايه؟ بينفع ان انا بحافظ على اي حاجه، لان في مشكله ممكن تحصل كمان 5 سنين عندي مستندات بتاعت كل حاجه. انا كمقاول مسلم مظبوط وعامل كل حاجه مظبوطه، وانا كمالك مثلا مستلم مظبوط كان كله مظبوط خلاص. فيعني ايه؟ يبقى الدوكيومنتيشن بتاعي موجود وبيثبت كل حاجه عندي. طيب دي النقطه، النقطه الرئيسيه للمهندس اللي دي النقطه السابعه خلاص. الاشراف على البناء وضبط الجوده وضمان الجوده. Construction supervision الاشراف على ايه؟ التنفيذ. كواليتي كنترول كواليتي اشورنس. ده يعني ايه؟ هم كلمتين سهلين وبسيط جدا، لكن دول هم دول الشغل. دلوقتي ما هو انت اشراف على التنفيذ، ده كل الشغل اشراف على التنفيذ. والكواليتي كنترول كل الشغل كواليتي كنترول، كواليتي كنترول على كل حاجه. المهم على كل الريسورسز، على ايه؟ على ما باور وعلى الماتيريال وعلى الايه؟ الماشينري. والكواليتي اشورنس اللي هو السيستم بتاعك اللي هو النظام بتاعك الشركه او المكان. Engineer is responsible for supervision of construction works, ensure the works meet the required standards, stipulated specifications, employer requirements.
يعني شوف الاعمال بناء ضمان تلبيه الاعمال لايه او مطابقه الاعمال المعايير المطلوبه مش عارف المواصفات وطلبات صاحبها. يوجوالي اتشيفد ثرو استابلشمنت اوف كواليتي كنترول اند كواليتي اشورنس بروسيجرز تو مونيتور ذا كواليتي اوف ووركس ماتيريالز بلان اند اوبريشن. ده اللي كنا بنقول عليه دلوقتي اللي هو ايه؟ اجراءات الاجراءات بتاع الكواليتي كنترول والاجراءات بتاع الكواليتي اشورنس. الكواليتي اشورنس اللي هو السيستمز بتاع من التوب مانجمنت من اول رئيس مجلس الاداره له البروسيجرز بتاعته ازاي يتعامل مع الناس اللي تحت وازاي يتعامل مع اللي بره لغايه اخر واحد تحت اللي هو ماسك عمال ماسك المطرقه واللي في الموقع وعمال بيتسمر حاجه. فكل دي اجراءات موجوده ونظام موجود اللي هو في الايه في الاي كيو سي. خلاص؟ طيب الانجير شال انشور كواليتي اوف وركس ثرو تيست انسبكشن انفستيجيشن اند كواليتي اوديت. التست والانسبكشن والانفستيجيشن ده كل دي حاجات ايه؟ يعني الاختبارات والتفتيش دي الكواليتي كنترول. المراجعه الجوده دي اللي هي الكواليتي اشورنس اللي هي الكواليتي اوديت. عاده لما بتعمل سيستم مثلا زي الايزو مثلا وبنتكلم على الايزو 1001 بيبقى فيه اوديتورز حسب حجم الشركه. يعني شركه صغيره يكون فيها واحد او اثنين اوديتورز اللي هم بيعملوا اجراءات التفتيش على الفايلز على السيستمز على كل على المواصفات الكلام كله. لو شركه كبيره بيبقى عندها ايه؟ كم اوديتورز اكتر. خلصنا النقطه اللي فاتت يبقى ايه؟ limitations of the news functions. المهندس بقى ايه بقى اللي يأيد المهندس؟ خلاص قربنا يعني خلينا دلوقتي ايه؟ خلاص يعني سهله يعني الباقي سهل قوي خلينا مثلا 10 11 سلايد بس سهلين يعني هتشوف دلوقتي الموضوع سهل يعني. الوظائف المهندس دي مقيده يعني كونتاكت مانجر ما يقدرش يعمل اي حاجه. يعني دي الاماند اوف ذا كونتاكت كان كنت بقوله من شويه برضه ان انا ايه تعديل عقد. ما فيش حد في الدنيا يقدر يعدل العقد الا الطرفين لو قعدوا مع بعض واتفقوا اتفاق حجي ومخلص وهو الى اخره وباقتناع. انما مدير العقد يقول يعدل العقد لا ما يقدرش ما يقدرش ما يقدرش. العفاء عفاء اي طرفين من الواجبات او التزامات او المسؤوليات بموجب العقد. ما يقدرش برضه. يا مدير العقد اللي هو عادة المفروض عند المالك او عند المقاول ما يقدرش يعفي اي حد من اي واجبات او التزامات. اول حاجه amend the contract انك تضيف حاجه على الكونتراكت او تعدل عليه. To relieve either party of any duties, obligation or responsibility under the contract. ما تقدرش حد عنده واجبات او التزامات او مسؤوليات واجبات وخلاص بموجب العقد واعفي منها ما ينفعش ما ينفعش ما ينفعش تعفي منها انت بتطبقها خلاص وكيس باي كيس بقى لو حصل حاجه يبقى بنحل مع بعض. الشادي instructing variations unless under emergency conditions or when the value of the variation is less than the amount specified in the contract. مدير العقد حتى ما يقدرش يعمل تغييرات الا في ظل ظروف طارئه. يعني هو اللي بيعمله ايه؟ زي ما يكون حضراتكم انا بطبق العقد انا مدير عقد بطبق العقد خلاص وصلنا العقد الاول وقعناه وعرفناه يبقى انا بطبق العقد. لا فوق لا اكتر منه ولا اقل منه. ماشي؟ بس في بقى حاجات ايه؟ وهنا بنتكلم على الكود بتاعته هو ما عملش ايه بقى؟ ايه اللي ما يقدرش يعمله؟ ما في ما يقدرش يعمل اي تغييرات الا اذا في ظروف طارئه. يعني حتى مشكله جامده جدا في الموقع ممكن تؤدي الى مصيبه. ما فيش اي مشكله ان هو ايه؟ يعمل كيس ويصلحها ويعملها ويدي اوامر بتغييرات يعني بحاجه هتبقى هتعمل مصيبه في الموقع يا اما بقى في سيفتي في كواليتي في اي حاجه من الاول خلاص؟ او لو في فاريشن اقل من مبلغ المحدد في العقد. يعني مثلا اي عقد بيحدد ايه قيمه معينه للفاريشن. يعني في ناس بتتكلم دايما في 25% بلس اور ماينس من قيمه العقد. في ناس بتتكلم بتقول لك لا ده من قيمه كل بند. فاللي بيصمم على يعني دي الحاجات دي تبقى واضحه خلي بالنا. في ناس بتتكلم في بتقول بتتكلم في 10% يعني تبع العقد ماشي ازاي. بس النورمال اللي احنا عايشين عليه بقى لنا سنين اللي ايه؟ ان اي كونتراكت فيه 25% زائد 25% ناقص. وده الحقيقه موضوع كبير يعني بس لكن طبقا للعقد طبقا للاتفاق والعقد. طيب فهو لو قيمه التغيير اقل مبلغ محدد في العقد يبقى ايه ما فيش مشكله.
النقطة الرابعة approving a proposal for variation submitted by the contractor. ما يقدرش يوقف عرض التغيير المقدم من المقاول. ما يقدرش. هو يقدر يدرسه. أو يقدر يطالب مثلا حد في الكونستراكشن في التكنيكال أوفيس في أي حاجة يدرسه، هو ياخده يبص عليه ويشوفه ويقارنه بالإيه؟ بما يحدث في العقد. إنما ما يوافقش على عرض التغيير ده على طول، يعني ما يقدرش، ما يقدرش. لازم يتعرض على المالك. طيب taking action under the certain subclauses which are constrained without obtaining prior specific approval of the employer in accordance with the particular condition of contract. اتخاذ اي اجراء بموجب بعض البنود الفرعيه المقيده دون حصول على موافقه محدده مسبقه من صاحب العمل. يعني بيبقى في شروط لازم موافقه صاحب العمل عليها، حتى الاستشاري نفسه ما يقدرش يعملها موافقه صاحب العمل. خلاص؟ agreeing or determining an extension of time and or additional cost in counting unforeseeable physical conditions. اللي هي الموافقه بتاعت المده دلوقتي، يعني برضه انا ككونتراكت مانجر مش من حقي ان انا اوافق او احدد وقت اكستنشن اوف تايم، يعني اللي هو امتداد الوقت او اي تكلفه اضافيه لما بقابل اي ظروف ايه ماديه غير متوقعه، يعني اساس زادت اي حاجه زادت اي حاجه حاجه غير متوقعه، مش من حقي ان انا اعتمد الكلام ده. كان يتعمل ونرجع بيه ونشوف ونقارنه بالعقد فيه ايه، ونعرض على المالك وعلى المعاول هم اللي يتفقوا مع بعض. instructing a variation of for work which is not within the scope of the contract. الإعادة بصفة مختلفة للعمل لا يخلو من نطاق العقد. ده اللي هو الإيه؟ اللي هو العقد، تعديل العقد زي أي حاجة في العقد. أوكي؟ يبقى دي إيه؟ خلاص دخلنا دلوقتي في إيه؟ في termination of contract. تسعة فاضل لنا تسعة وفاضل لنا 10. ده خلاص إحنا ما بنعملش خلاص إحنا إيه؟ فاضل لنا نقطتين دول تسعة و10. تسعة طويلة شوية بس 10 إيه؟ خلاص. الساعة كام دلوقتي؟ شمس محمد معايا؟ شمس محمد؟ أيوة يا دكتور. دلوقتي تسعة ونص. تسعة ونص. حد يحب حد ياخد راحة خمس دقايق 10 دقايق أي حاجة؟ طيب يا جماعة اعملوا كده لو عايزين راحة أو حاجة. يا ريت يا ريت، بس لأن برضه ده كلام كله ايه يعني يبان لنا، يعني اي حد عايز حاجه نكمل. علي الزين ولا احمد الزين؟ طيب في اي حد له راي ثاني او حاجه؟ يعني يا ريت نسمع كده، احنا نسمع نكمل، نبقى مبسوطين، نقول يعني محدش يسكت. اسمع صوتكم كلكم موجودين، كلنا نقول، كلنا كان عايز احس جدا يعني ايه ان احنا يعني مع بعض. احنا اربعه دلوقتي اللي ردوا مش كده ولا ايه يا باشمهندس؟ على فكره طيب نكمل خلاص خلاص اتسكت. انا يعني انا قلبي عليكم بس يعني خلاص اتسكت. طيب في termination بقى، يعني ايه termination؟ termination الكونتراكت ده اللي هو ايه؟ انهاء، يعني في خمس حالات عشان العقد ينتهي، عشان نخلص العقد، واحنا خلصنا العقد خلاص؟ خمس حالات. واحده termination for contract for convenience اللي هو ايه؟ convenience يعني ايه؟ يعني احنا خلصنا العقد وكان سليم وكل حاجه عملنا كويس. في واحد تاني termination for default اسباب، بس اسباب تقصير. وبعدين termination بسبب التقصير، وبعدين termination ايه؟ بسبب الفورس ماجور، قوة قهرة. خلاص دي تالت حالة. رابع حالة termination بسبب فشل المقاول ان هو يكمل ينفذ يعني الاشعارات او اي تعليمات، او هو ما قدرش يعني على حاجه ما قدرش يخلصها. وكده كونتراكت الاشعار الانهاء
ماشي. وبعد كده قلت لك روزف بعد الحياه نقطتين او نقطتين بصوا، يعني احنا خلاص احنا ميدل في النهايه يعني. طيب الترمينيشن فور كونفينينس، لا الاول اول طريقه للانهاء، ودي دي العاديه اللي هو الراجل ايه وين كونتاكت ترمينيتد ذا بارتس ار ريليف فروم فورذر ان بيرفورم اوبليجيشن in accordance with the agreed terms and conditions. A contract may be terminated under two distinct situations, namely termination for convenience وtermination for default. يا واحدة من الاثنين، يعني عايز termination عشان أنا خلاص خلصت وخلاص ملائم، أو إيه؟ أو termination for default إن خلصت عشان سبب مشكلة. زاد عليهم بقى إيه النقطتين بتاعت إيه؟ اللي هو عدم التمكن من إنهاء العقد. ودي تقع من ضمن برضه في الديفولت، لكن لها شكل ثاني، او اللي هي الفورس ماجور او ايه او هتبان يعني. فالترمينيشن فور كونفينينس ان إيه احنا ايه اللي اتفقنا عليه عملناه خلاص. الترمينيشن فور كونفينينس از نون از نو ديفولت نو فولت ترمينيشن allow the employer to terminate any contract in whole or in part. يعني من حق المالك ان هو يخلص العقد خلاص بكمله وبخلصه في ايه في الـ في الـ في الـ في, الـ في البارت كله، يعني يخلص المشروع كله يخلص ايه في جزء من المشروع ما خلاص اكتفينا بكده احنا الاثنين at any time and it's sole discretion وفق الأدور الخاص. If it's determined that such termination is in the best interest of the employer، يعني نقول ان هذا اللي هي مصلحه صاحب العمل، يعني خلاص احنا خلصنا الشغل وخلصناه وبمحبه وبفهم وكل واحد عمل اللي عليه وكل واحد اخذ في الفلوس اللي بتاعته وكل واحد اخذ حقاته خلاص بقى بنقفل ايه تنشي كده. النقطه الاولى accordingly the employer shall provide the contractor with a written notice specifying whether he's terminating all or part of the contract. يبقى المالك بيبعت للمقاول نوتس يعني اشعار يقول له ايه ان الترمينيشن ده لجزء او لكل العقد خلاص. The notice of termination shall give the date of termination. بحط الديت ليه بقى يحط الديت؟ لان انت في ستارت ديت، يعني المشروع له فتره معينه هيبتدي يوم كذا هيبتدي يوم كذا، ده تعاقد ومكتوب في العقد بقى لو اتاخرت مده قد ايه يبقى انت عليك بنتي قد ايه. وفي عقود ثانيه بتقول برضه لو انت خلصت قبل ميعادك بقد ايه من حقك تاخد قد ايه. فاحيانا بيبقى انتهاء العقد بدري لو المقاول، يعني في انا شفت مشروعات كتير قوي بيبقى محطوط لها ديوريشن كتير يعني فاهمين حضراتكم. فلو المقاول شد حلو وخلص بدري من حقه ياخد ايه نسبه معينه يعني خلاص. If the contract is being selectively terminated, the employer should specify which part of the contract are being terminated. لو التيرمينيشن او صاحب العمل حدد هو حدد ان بقى المشروع على كده خلاص مشروع كفايه على كده وخلاص بقى يبقى ايه المالك يعني هو من حقه 25% فوق 25% تحت خلاص خلاص انا معدل خلاص شكرا كتر خيركم خلصنا هذا الكلام وخلص. بيبقى بيتحدى هذا الكلام صعب ان بيحدد اي جزء من العقد بيتم انهائه. طيب in accordance with these notes of termination the employer shall، يعني طبقا لايه او وفقا لهذا الاشعار صاحب العمل لازم يعمل ايه بقى؟ keep adequate records of compliance with the notice this notice including the extent of completion on the date of termination. بحتفظ بسجلات كافيه للاشعار ده في ايه مدى الاكتمال في تاريخ الانهاء، يعني حددت تاريخ الانهاء كذا كذا كذا. ممكن اكون انا بعمل مدرسه ومثلا المدرسه دي بيعملها لي مقاول وجت مثلا خلاص انا بفتح في سبتمبر المقاول فاضل له حاجات معينه انا لقيت ان انا من مصلحتي وان انا خلاص انا بقول له والله بحدد له بقى ايه احنا خلصنا لغايه فين وايه مثلا. فدي ما في يعني بس خلصنا كويس يعني عمل اللي قدر عليه الوقت اللي قدر عليه والله بنتفق بقى مع بعض يعني ده هيتكملوا مثلا بعد السنه الدراسيه اللي جايه
يبقى في اتفاقات وديه بقى. وانا بفضل تماما ان العلاقه دايما ما بين الملاك وبين المقاولين تبقى وديه دايما، ما تبقاش المشروعات، لان للاسف غالبيه المشروعات عندنا في المنطقه دلوقتي بتنتهي، لازم تنتهي بخلافات. عشان كده الكليمز بقى والاربيتريتورز والكورت كيسز بقت كتير قوي في المحاكم، وبقت يعني عامله زي قضايا الطلاق يعني. immediately notify all subcontractors and suppliers if any of these notices of termination. لازم اخطر جميع المقاولين الباطن والموردين بايه؟ المشروع خلص، لازم يبقوا عارفين، ابقى ضامن ان المقاول المقاولين الباطن يبقوا عارفين والموردين عارفين كام يكون من اول لاخر. ليه بقى؟ عشان كل واحد يعمل حسابه. يبقى معروف كويس قوي ان انا المشروع اللي كان المفروض هيخلص في السكوب بتاعه كذا كذا، لا احنا خلصنا والسكوب لغايه كده، او العقد لغايه كده، الكلام لغايه كده. وده بالترمينيشن فور كونفينينس. كونفينينس دي بقى تتفسر بالملائمة، يعني ان يعني يا اما المقاول خلص شغله خلاص، خلصه بقى 100% وكل حاجه تمام وبنعمل تسليم مشروع عادي، يا اما الكونفينينس بالنسبه للمالك انك مش قادر، يعني ان انا يعني ايه خلاص انا اكتفيت من كده وعشان افتح بقى المدرسه بتاعتي او افتح المصنع بتاعي او الى اخره. Notify the engineer of any and all matters that may be adversely affected by termination. اختار مهندس باي وجميع الامور تتاثر سلبا بهذا الانهاء. يعني ايه المهندس لازم يبقى ايه عارف جميع الامور اللي بتاثر على ايه من 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 الانهاء ده. Take any other action required by to expedite this termination. يعني خلاص اي اجراء مطلوب من قبل تسريع هذا الانهاء، ان انا يعني ايه يعني اخد كل الاكشنز اللي هي يعني قانونيه يعني. كويس ماشي الحال. طيب termination for convenience، دي ثالث نقطه فيه بقى، اللي هي اسمع اللي هي termination for convenience also known as no fault termination، احنا قلناها قبل كده. Allow the employer to terminate any contract in whole or in part at any time and its sole discretion if it is determined such that such termination is in the best interest of the employer. التermination ده ايه؟ في مصلحة صاحب العمل. It's okay. يعني خلص الشغل كله في ميعاده وبالكواليتي وكل حاجة بالكوست ماشي، وخلاص يبقى التermination ده حصل ايه؟ طبقا لايه؟ لمصلحة المقاول، لمصلحة المالك. خلاص والمالك طبعا ما فيش بقى، مش هيبقى في مشكله بقى مع المقاول ولا يعمل كيس ولا يعمل بقى ايه بالاتفاق. طيب عاده ما يتم الدفع للمقاول the contractor will generally be paid for allowable costs incurred up to the termination of the contract. عاده المقاول بياخد ايه ال بيدفع له كل التكاليف اللي هي ايه اللي تكبدها لغايه انهاء العقد، مش تكبدها يعني طبقا للعقد، البنود اللي خلصها كذا 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 قيمتها كذا 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 كذا، خلاص عمل وياخد حسابها. The employer will not be liable for payment to the contractor for the late portion of work. صاحب العمل مش مسؤول عن دفع المقاول الجزء يعني المسؤول عن دفع الجزء اللي انتهى، لازم يكون ايه هيدفع له الجزء اللي انتهى، انما لو حاجه ما اتعملتش مش هي ايه مش هيدفعها. Any work performed or costs incurred after the effective date of termination. But will not be liable for payment. لا دي كمالة دي على فكرة. Employer will not be liable for payment of the factor for the terminated portion of the work or any work performed or costs incurred after the effective date of termination. يعني لو انا كمالك دلوقتي وخلاص وقلنا احنا هنقف في الحته الفلانيه بالاعمال الفلانيه بكذا كذا كذا كذا، وجا المقاول بقى ايه اتشطر عمل فيها يعني ابو خباثه وعمل شغل بعد ما اتبعت له اللي هو الايه التيرمينيشن بتاع الكونتراكت، لا يبقى ايه الامبلوير مش هي ايه مش هيدفع له الكلام خلاص، مش هيدفع له الحاجات اللي هو عملها بزياده عن بعد التاريخ اللي جاله فيها ايه التيرمينيشن بتاع الكونتراكت. A policy of any invoice from the contractor for work performed prior to the termination, the employer should thoroughly review the invoice to ensure that no excessive costs are incurred.
يبقى لازم ايه؟ لازم تراجع طبعا هو مش الكلاينت نفسه، طبعا الكواليتي كنترول بتاعه والايه والكوست مانجمنت بتاعه كل حاجه لازم يعمل حسابه، يعني ايه؟ ان هو ما يدفعش حاجه لاي اعمال الا اللي اتنفذت لغايه التاريخ اللي نزل فيه الامر انهاء العقد يعني. طيب ترمينيشن اوف ديفولت، هنا بقى الترمينيشن بتاع ايه؟ بسبب ايه؟ تقصير. هي ترمينيشن اوف ديفولت اللي هي الحاله الثانيه بقى اللي بسبب التقصير. دي لها خمس نقط. A contract may be terminated for default or breach of condition that permit termination. يعني عادة بيبقى موجود في العقد الكلام ده، يعني في العقود العادية يعني لو المقاول فشل عن حاجة معينة أو اتأخر لمدة معينة أو البرودكشن كان بشكل معين واتبعت له اسمه ايه ده يعني انذار أو اتنين وما خلصش، يبقى خلاص بقى الحين أنا ايه أعمل له ترميشن for default. An employer is not required to terminate a contract even though the breach may permit termination. برضو ده الكلام اللي هو اللوجيك يعني يعني صاحب العمل مش هين العقد على الرغم من الانتهاك قد يصبح بانهاء العقد. يعني لازم يكون الكلام ده منصوص عليه في العقد ان هو ايه؟ لازم ينهيه. خلاص؟ Agencies may determine that this is in their best interest to pursue other alternatives. لازم يحاول ان هو ايه يبقى في بدائل ثانيه. يعني مثلا ممكن لو المقاول متعسر مثلا يعمل له اكستنشن، يعمل له اكستنشن اوف كومبليشن دي، اكستنشن اوف تايم شويه. يعني لو هو مشروع على بعض مثلا ياخد جزء ويشغله ويبقى يعمل له اكستنشن اوف تايم يخلص الباقي. الحساب بعد كده بقى يعني الاكستنشن اوف تايم ده بيبقى يعني ايه؟ بيبقى معمول له حدود معينه، لو اتاخر اسبوع مش عارف خصم 1%. في ناس بتقول لك المشروع كله، في ناس بتقول لك من الجزء اللي فاضل. يعني موضوع الفلوس بيتم الاتفاق عليها، انما مصلحه المشروع او مصلحه المشروع انه يتم. النقطه هنا فين؟ هنا بقى ايه؟ يعني ان انت الترمينيشن فور ديفولت ده ما يبقاش عقاب، لا هتبان الكلام ده او الارم تو كونتراكت تو كونتينيو وركينج اور وركينج تو كومبليت ذا اوتستاندينج ورك. ان انا ادي فرصه للمقاول ان هو ايه؟ يخلص الشغل بتاعه. الا اذا هو بقى ايه ما قدرش يخلص الشغل. ترمينيشن فور ديفولت should be used as a last resort and not as punishment. يعني التيرمينيشن اللي هي التيرمينيشن بسبب التقصير ده يبقى اخر نقطه مش عقاب. يعني انا مش هعاقب المقاول واقول له مش هتطلع بره المجار كده، لا انا لازم انا بعاقب واعرف مصلحتي ومصلحه المقاول فين. بنذكره بالخير هنا الاستاذ العظيم رحمة الله عليه، أستاذ الدكتور معاش اللي اشتغل في السعودية من زمان، الأستاذ الدكتور حبيب زين العابدين. ده أنا يعني بعتبره أحد عباقرة الإدارة اللي عدى مش على مصر ولا العالم العربي ولا العالم الإسلامي، عبقري إدارة على مستوى العالم كله من أول لآخره. وأنا يعني في محاضرة أو محاضرتين حضرتهم له كنت ببقى قاعد يعني وزي ما بنقول الوحش في وشك في وشه. الحقيقه طبعا ده استاذنا ده كان في الوزاره الدكتور مهندس، وهو اللي ادار التوسعات وتحسين الحرمين لغايه يمكن 2000 و كتير يعني 2012 13 14 حاجه كده مش فاكر بالظبط، بس هو من الناس العظام اللي هو كل توسعات طب حرمين حرب مكة وحرب المدني هو اللي كان شايل الهم. كان بيعمل ايه بقى؟ يعني احلى الحاجات اللي هو كان بيقولها في لقاءاته ودي لا تنسى، يعني بيقول انا لو اي مقاول عندي بيتاثر لازم اجيبه اقعد معاه اعرف مشكلته ايه. هل مشكلته فلوس؟ طيب يروح البنك بتاعه يجيب لي ضمان اعمال وانا اصرف له. يعني ما وقفوش، يعني انا عندي فلوس دلوقتي عندي اعتمادات موجوده وجاهزه خلاص. انا اخاف من ايه؟ اخاف اني اصرف له فلوس
هو محتاج كاش، هو مش قادر ياخد كاش، ما عندوش كاش او مش قادر يدبر كاش عشان يكمل، فيجيب لي لون بنكي بشكل او باخر وانا اديه الفلوس اللي محتاجها عشان يكمل الشغل. ماشي الحال؟ طب عنده مشكله فنيه، ما عندوش مثلا مهندسين بتخصصات معينه او الى اخره، نبحث له وندور له ونشوف وناخد كده وكده وكده ونحاول نوفر له ما ينقصه من الريسورسز. يعني القصد ايه؟ هو ده الحقيقه المدير الحقيقي، المدير الجميل الجميل الحقيقه. يعني انا شخصيا يعني معجب بيه جدا، الله رحمه الله، اعتقد ان هو توفى، بس ده ما اخدش حقه الحقيقه من التكريم. محدش بيجيب سيرته، لكن بالنسبه لي استاذ الدكتور حبيب زين العابدين انا ما ليش علاقه بيه شخصيه، ولا عمري اشتغلت معاه ولا يعرفني، يمكن شافني في مؤتمر ولا مؤتمرين لكن لا يذكرني. هذا طبعا اذكر لك الراجل العظيم، هذا الرجل من اعظم مديرين المشاريع اللي ظهروا في 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 عالمنا العربي والاسلامي حقيقه، الله يرحمه، ده سيد. طيب زي ما قلنا هنا ايه، example of such alternatives include extending the completion date، مدلول الوقت شويه مش مشكله، allow the contractor to continue working or working to complete the assigned work. Termination for default should be used as a last resort، احنا قلنا اللي هو حل اخير، ده ما يبقاش العقاب. يعني termination للخطا مش عقاب للمقاول، لا ده انا خلاص، يعني احنا اتكلمنا مع المقاول هو نفسه قال انا ما عدتش قادر خلاص، لا عادل قادر يشتغل لا فنيا ولا اداريا ولا ماليا، هنعمل ايه؟ نعمل له الايه؟ باي ديفولت. وبرضه ايه؟ The purpose of termination for default is essentially to protect the interest of the employer while taking action to complete the work by another contractor. ان انا حتى اما قبل ما اخد القرار ده لازم اكون بدور على مقاول تاني وامكانيات تانيه ان انا اخلص بهالشغل، ما بقاش ان انا ايه؟ بطير المقاول. انا رايي الشخصي برضه، ده رايي شخصي يعني، ان مش لازم اعمل ترمينيشن للفول كونتراكت، انا ممكن اجنب جزء المقاول ما يقدرش ياخده واكلف بيه مقاول تاني وذين كونتراكت معين او وذين اتفاقيه معينه. يعني دي حاجه يعني فكره عندي، بس يعني ما مش عايز ما طبقتهاش، يعني لا قد اكون يعني قد اكون اضطريت لها في يوم من الايام، بس الفكره موجوده ان انا يعني المقاول يقدر يخلص مثلا لو شغل مثلا المقاول ب 100 مليون، عندي المقاول اللي عندي اقل ما شاء الله اكثر من 70 مليون، يبقى انا بشوف ايه الشغل اللي ممكن اشغل فيه ايه او اقدر اشغل فيه حد تاني، وبموافقه الاولاني وكل حاجه، ويبقى في نوع من الايه من التعاون ومن نشوء، يعني ما نوقفش الحل بموضوع تعنت، موضوع اصله عمل اصله سوى، ما نخش في جوبات الشك، هنبص مصلحه المشروع ومصلحه الايه الاصرار كلها. طيب لو الفاكتور واز براير تو ميك انترفينشن ات ديفولت، اخر نقطه فيه الافيلابيلتي اوف فاندز اند اور ريسورسز to recontract in the event such cost cannot be recovered from the defaulted contractor. يعني انا ممكن لما انا بعمل التيرمينال فور ديفولت المقاول قطع في امبليكيشن على المقاول، يعني ان انا اجيب بقى اعمل عقد جديد مع مقاول جديد مع كلامكم الاول اخره، لازم في كوست، الكوست ده لازم يتخصم على مين؟ على المقاول الاولاني، هو له مستحقات فدي هتبقى على حسابه، فقد تكون الفلوس اللي له عندنا ما تكفيش هذا الكلام، فدي برضه تاخد في الاعتبار. The employer is within its rights to demand the procurement costs from the defaulting contractor. من حقه المالك ان هو ايه؟ يطلب فلوس او يخصمها من مستحقات المقاول اللي فات، ان هو كلفه بقى كذا، اللي جاء جديد حاطط اسعار زياده، طبعا مش جاء جديد ده مش واحد قريبي ولا صاحبي وبتاع، ده انا قاعد اخلص المشروع، لا يعني ما بقاش فيها، انا بتكلم على ايثيكلي حاجه ما فيهاش خطا، ما فيهاش اضطهاد لحد، ما فيهاش ظلم لحد، لا بتكلم على ظروف عاديه خالص، خلي بالنا.
يعني طبعا كل واحد هيطلع لي دلوقتي يقول لي اه ما اصل المقاول بيتزرع، لا انا بفترض ان الاطراف يعني ايه ماشيه كومين فو زي ما بيقولوا الفرنساويين، يعني ما فيش حد يعني ايه بيضطهد او بيستقصد او بيستقوى على حد تاني. نيفر ذا ليس ذا كونتراكتور مان نوت بي فاينانشال كيبل او فاينانشال بروكيورمنت او ستاش ديماند مي ريزالت ان بروتراكتد ديسبيوت ريزوليوشن. فيمكن المقاول ده يعني ايه غير قادر مالي على تمويل العرض او الى اخره، فدي طبعا هتبقى ايه ممكن يبقى حل النزاع بقى طويل الامد بقى، يعني هيتسحب بره بس هيبقى في ايه المالك بقى يتصرف في الحاجات اللي هي هتبقى من الاول طبعا مش قادر يغطيها، لان دي المفروض دي مسؤوليته برضو. دي نقطه مهمه ليه بقى؟ عشان ما هوش اي حد يدخل يخبط خبطه ويسيب الشغل ويمشي، لا ده لو مشيت احد يا صاحبي لو انت ما انتش قادر على شغله وانت سبته، لا ده التكاليف بتاعت ان انا اهني عليك، يعني الكلام ده مش تعنت، ده مش تعنت، لا ده دي وضع اسس علشان محدش يدخل ويبوظ المشروعات. طيب النقطه الثانيه، اذا تم انهاء المقاول بسبب التقصير يكون المقاول مسؤولا عن الاضرار الفعليه والتكلفه استقبال صاحب العمل ما لا ينص العقد على خلاف ذلك. يعني if a contractor is terminated for default, the contractor is liable for actual damages and costs incurred by the employer unless the contract states otherwise. يعني إذا العقد نص على غير كده يبقى ده موضوع. طيب شروط القوى القاهرة بقى اللي هي force majeure clauses, a contract may not be terminated for default when the failure to perform is due to reasons beyond the control of third party. يعني لو طلعت force majeure، طلعت حرب، طلعت زلازل، طلع البراكين، طلع شغب، طلع مظاهر، اي حاجه عمل يعني مش في ايد حد، اثار فيضانات، كان ده اللي هي بيسموها ايه؟ الفورس ماجور. دي كلمه فرنسيه على فكره بس اتاخدت كلها، اتحط في كل اللغات تقريبا بنفس اللفظ الفورس ماجور. The contract may not be terminated for default when the failure to perform is due to reason beyond the control of either party. يعني رغم انف الطرفين عاده في الفورس ماجور الشغل بيقف وبتحسب الشغل اللي اتعمل ويتاخد فلوس وخلصت الحكايه على كده، او يتفقوا يعني يبقى في الطرفين بيتفقوا بقى على الظروف، يعني المقاول مثلا بيقول لا انا خلاص انا مش عايز انا عايز امشي، ماشي خلاص انت حر، فاهم؟ لا انا عايز استنى ظروف معينه، يعني يبقى الاتفاق بالرضا ما بين الطرفين، الحد الادنى بتاعه ان المقاول صرف كذا وعمل كذا وخلص كذا ياخد مستحقاته ومتشكلين، ويبتدي الكلام، وبعد ما تعدي بقى الفورس ماجور دي او الفيرست بتاعتها يبقى الملك يبقى ايه يخلق يعمل الكلام ده. ده الحد الادنى بتاع الموضوع. لو ممكن نتفق يعني ايه، طب خلينا مع بعض مثلا في زلازل في مشاكل في حروب في اي حاجه، احنا مع بعضنا ونشوف دي هتخلص امتى وايه ونخلصها براحتنا. زي موضوع الكورونا، ما الكورونا ده هو مش فورس ماجور، هو يعني سبيشال كيس، يعني يعني لانه الشغل ما 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 الشغل شغال شغال، بس فكرا يعني ايه المعدلات بتاعته، موضوع التباعد، موضوع الكلام ده كله، يعني اثر برضه في البرفورمانس، اثر في الكوست، اثر في التايم، فيبقى احنا برضه ايه لازم تتخذ بشكل رغبه الطرفين، يعني العقد احنا بنعمله كطرفين، احنا ممكن كطرفين برضه نتفق مع بعض هنحل الموضوع ازاي. When an extraordinary event or circumstances beyond the control of the parties or which could not have been reasonably foreseen at the time of entering into contracts such as war لو حصل، يعني اي ظروف ما كانتش مقدره وقت ما احنا من العقد، يعني ما احنا عارفين لا في براكين ولا في زلازل ولا في حرب ولا في مصايب، يعني war يعني حرب او سترايك او اضراب او ريوت اللي هو الشغب او ايه امبارجوز اللي هو الايه الحظر او ايه او اول ان ان ايفنت ديسكرايبد از ان اكت اوف جاد such as hurricane flooding، يعني او اي حاجه بقى من عند ربنا بقى سبحانه وتعالى، لو في اعصار، لو في فيضانات، لو في زلازل، لو في ثورات، لو في ثورات ثوران براكين، كل دي يعني ايه حاجات ايه ما كانش حد يتوقعها، عشان اسمها الفورس ماجور اللي هي القوه القهريه اللي هي لم يكن يتخيلها احد ولا كان يتوقعها احد اثناء توقيع العقد.
خلاص prevents one or both parties from fulfilling their obligations under the contract. A contract cannot be terminated for default. يعني لو حصل حاجه زي كده ما فيش بقى المالك بقى يتشطر ويتشكك ويقول ده انا ايه؟ لا انا هوقف السوق او هقفل الفعل عشان باي ديفولت. يعني دي غلطه مين؟ غلطه المقاول. لا طبعا. لا طبعا. ما يقدرش المقاول يقول ده انا ما بوقفش عشان كده. ولا المقاول يقدر يقول والله انا هبطل الشغل عشان المالك غلطان. لا يعني لا ده غلطان ولا ده غلطان. دي حاجه فورس ماجور ما كانش حد فينا يتوقعها ودي لها ايه معالجه خاصه. طيب. الرابع نوع من التيرميشن الكونتاكت هو فيلر تو كومبلاي نوتس كوركت. يعني اللي حصل دلوقتي ان المشروع شغال. اتس اوكي؟ طيب. في مشكله معينه حصلت يا مقاول حاجه معينه مش عارف يعملها او خطا جسيم في بتاع واجهات مثلا مش عارف يعملها اي اعمال في مش قادر يعملها ومش قادر يخلصها ومش قادر يعملها في المشروع بصرف النظر بقى اذا كان تكنيكالي ولا فاينانشالي ولا ايه. لو رحنا للفلسفه بتاعت دكتور حبيب زين عبد الله يرحمه ونقعد معاه كذا 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 يقول لك والله يقول لك انا بقى ايه خلاص مش قادر وقفلت وكان ده كوم الاخر في الحاله دي when the contractor fails to fulfill any obligation under the contract the engineer may notify the contractor through a notice to correct specifying a reasonable period of time for him to remedy such failure. However, if the contractor fails to comply with such notice to correct within the specified period, the employer is entitled to terminate the contract of contractor. يعني لما يبقى المقاول بقى فشل ان هو يلتزم بامور موجوده في العقد، العقد دي يعني ايه؟ بتعني المواصفات والرسومات والشروط العامه والشروط الخاصه والكلام ده كله. يعني لما المقاول يفشل بكل الطرق ان هو يلتزم بالحاجات اللي في العقد عنده يبقى يجوز للمهندس اللي هو مدير العقد انه يعمل ايه؟ بيخطر المقاول من خلال الاخطار بيعمل له ايه؟ كوركشن نوتس او نوتس تو كوركت. خلاص؟ ما اعرفش بيقول له فتره معينه خلاص ما عملها ما اعرفش يعملها. والله ايه تبع بقى القانون وتبع العرف وتبع اللي موجود ساعتها يبقى هو ايه؟ من حقه مع يعني هو ايه يعمل له يبقى دي صعب ان هو يعني العقد بسبب ايه؟ الايه؟ failure to comply with notice to correct. طيب ال notice of termination اشعار هنا بقى يبقى ايه؟ اذا فشل المقاول في تصحيح if the contractor fails to correct the situation or provide a satisfactory explanation as requested, the contractor may be terminated. يعني اذا المقاول فشل ان هو يصلح الموضوع او يقدم يعني شرح يعني ممكن في حاجه معينه اساسيه منعته مش قادر يخلص زي ما كان الدكتور حبيب الله يرحمه يقول له انت عندك مشكله في ايه؟ يقول له مثلا يعني مش عارف اجيب ونش مثلا بتاع 1000 طن مثلا عشان نعمل شغل معين. يقول له طيب عنده مقاولين عنده بتاع هل حد يقدر يجي يقدر يساعده يقدر يعمل ماشي ده خلاص يعني لو هي حاجه جوه ويقدر الملك يساعده ودي دي 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 ده اداره المشروع اللي هي الذكيه يعني خلاص اللي هي باصه لمشروع نجاح المشروع مش باصه لعنده ولا باصه ان ده اول فاشل او ده مقاول يعني الكلام اللي اتقال ده مقاول حرام مش اسمها كده في حاجه اسمها يا اما فشلت في ادارتي يا اما نجحت فيها. طيب روس اوف ترميشن شو كونتين ذا فولوينج يعني لو خلاص فشل والمقاول يعني رفض وما قدرش يبقى اول حاجه نعمل ايه؟ بيتعمل نوتس اوف ترميشن شو كونتين ذا فولوينج لازم ايه؟ يكون في النقط الاتيه ذا كونتراكت نمبر اف اني اند ديت اوف كونتراكت رقم المشروع او رقم العقد وايه؟ وتاريخ العقد طيب the effective date of termination تاريخ الانتهاء فعلي reference to the clause under which the contract is being terminated لازم
ابين بقى انا عملت الترميشن بتاعي على اساس انهي بند في العقد. وكل كان موجود ان شاء الله ربنا يستر لما نتكلم على الفيدك 2000 الاحمر في 2017 هنعرف الكلام ده هيبقى واضح فيه واضح. ادعوا لنا بس ان شاء الله نقدر نعمله ان شاء الله. ستيتمنت جراند كونتراكت بين ترمينيتد may be reprocured and that the contractor will be held liable for any additional costs incurred due to such reprocurement. Before including the statement, the contract should be reviewed to determine whether the provisions are available under the contract. العقد وانا برضو لما انا بخبرني العقد زي ما قلنا قبل كده الكوست بتاع ان انا اعمل اعيد عرض بقيه الاعمال اللي ما عملهاش او الى اخره المقاول هيبقى مسؤول عن التكاليف الاضافيه. والله الفلوس بتاعته اللي عندنا غطيتها قدر يغطيها ماشي. ما قدرش بقى يغطي الموضوع هيخش في ايه؟ في كليم بقى في 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 في, 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 في اسمه ايه ده في كورت كيس يعني او يعني ايه حاله قضيه او قضيه. بنوصل دلوقتي لاخر كلوزنج بروسس اخر حاجه بقى جنرال خلاص دلوقتي ايه تو ثري سلايدز. الموضوع ده خلي بالك هو سهل بيبدو ان هو تقيل شويه لان يعني عايز تركيز وعايز وانا اسف طبعا انا بكمل يعني احنا لو قاعدين دلوقتي مع بعض شايفين بعض فيزيكالي كنا وقفنا اتكلمنا دردشنا قلنا نكته قلنا حكايه قلنا حاجه بس يعني ده ايه ده قضاء الله ان شاء الله قضاء الله هو الاحسن ان 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 يعني ايه ان شاء الله تكون بفايده. بس نخلي بالنا الثلاث محاضرات الاخرانيين دول مهمين جدا جدا جدا. اي واحد هيشتغل باي كونتراكت باي كونتراكت باي نوع انواع كونتراكت هيلاقي فيه الكلام ده موجود. عشان كده هناخد ان شاء الله الفيدك وهن ايه هيعرف اي كونتراكت بقى عربي ياباني فرنساوي انجليزي هيبقى الاساسيات دي موجوده فيه. طبعا كل واحد له بيبقى له وجهات نظر بيبقى له حاجات لكن دي النقط الاساسيه اللي فيه. طيب كونتراكت كلوزنج بروسيس ايه البروسيس بقى اللي هو الايه الاجراءات بتاعت تقفيل contract closing process is usually a simple but detailed administrative procedure. هو بسيط لكن طويل اجراءات طويله بقى. The purpose is to verify that both parties to the contract have fulfilled their contractual obligations and there are no responsibilities and unfulfilled obligations remaining. In addition, contract close out is the time to assess the success of the contract and determine if there are any lessons learned for future contract. لو تفتكروا السيفن فيز بتاعت البروجكت احنا بنقول عليها ايه؟ بريفيزيبيليتي. معلش انا هقعد دماغك واقول لك اهي جت اهي. بريفيزيبيليتي. فيزيبيليتي. خلاص؟ بقوم كويسين؟ بروح داخل على ايه؟ الديزاين. الديزاين اتعمل بروكيورمنت اللي هي التعاقدات. بعد البروكيورمنت في الكونستراكشن. بعد الكونستراكشن في ايه؟ البروجكت كوميشن كان لاندنج اوفر وبعدين الكونتراكت كلوزنج بقى. كنت دي احنا بنتكلم عليه دلوقتي. الكونتراكت كلوز قلنا كونتراكت كلوزنج اند ايه؟ اند ليسنز ليرند. لو تفتكروا. بروجكت كلوزنج اند ايه؟ اند اسست التيرمز بس ان انت دلوقتي وانت بتقفل الكونتراكت بتاعك لازم تخلي بالك بالدوكيومنتيشن والدروس المستفاده واللي كان معمول اخد فائده الايه؟ المكان اللي انت فيه. لو انت اونر تعرف كويس قوي الهيستوري كلها من اول لاخرها والبروبلمز اللي عدتنا وهاو زي وصولت وتحط كله في فايلنج سيستم ده ينفعني في اي كونتراكت جاي بعد كده. خلاص؟ طيب. A contract is completed when all works have been completed. يعني الكونتراكت بيسمنتها امتى؟ لما كل شغل اللي فيه كومبليت. All reports have been delivered and accepted. كل التقارير اتقدمت وتم قبولها.
All administrative actions have been accomplished. كل الإجراءات الإدارية اتعملت. All employer furnished equipment and material have been returned. ممكن تكون المالك المالك نفسه أو صاحب الشغل كان عاطي مثلا معدات أو مواد لمساعدة المقاول ولازم يرجعها له تاني. And final payment has been made to the contractor upon obtaining contractor discharge. يعني كل الواجبات اللي على المالك عملها كل الواجبات اللي على ايه؟ على المقاول يعملها. هنا في نقطة مهمة جدا نخلي بالنا منها. في حاجة اسمها الدفعة ايه؟ الدفعة النهائية. الدفعة النهائية دي بتتعمل لما بتتصرف يعني بتتعمل بس بتتصرف امتى؟ المالك الناصح لازم ياخد شهادة إبراء ذمة من المقاول عشان المقاول ما يرجعش عليه. قد تكون النقطة دي جديدة على ناس كتير لكن دي موجودة في القوانين ما أعرفش بقى يعني ما يعني دي أصل الكلام ده كلام عام خلي بالك أنا مش بختاره ولا مألفه ولا هدعي إن أنا يعني أساتذتنا دكتور شريف الهجان مهندس ماجد خلوصي دكتور علي نصار الله يرحمه ناس كتير جدا دول اساتذتنا وشباب اساتذتنا في الـ في الـ في الـ في الـ في الـ في الكونتاكت مانجمنت بس انا بقول لكم يعني ايه انا كمدير مشروع لازم الكلام ده ببقى عارفه الكلام ده زي ما قلنا برضو اني تايب اوف كونتراكت هتلاقي فيه الكلام ده انما الكونتراكت اللي انت هتبقى مداخل فيه وبتعمله اشتغلته بقى بالقانون المصري اشتغلته بالقانون التركي اشتغلته بالفيدك اشتغلته بالقانون الانجليزي اشتغلته بقانون فرنسي اشتغلته باي قانون هتلاقي الحاجات دي كلها ايه موجوده فيه. طبعا تفرق بقى الترتيب بتاع القانون الجهود بتاعته وهكذا. طيب يبقى احنا ادي ايه ادي اول حاجه. تاني حاجه بقى The employer should first determine that the contractor has satisfactorily performed all required contractual obligations. A contract is ready for closing one. لازم صاحب العمل بيقرر ان اول ادى كل الالتزامات اللي عليه ويكون عايز جاهز امتى بقى. All works have been completed, the facts submitted, deliverables including reports as built documents and operation maintenance and maintenance guides have been delivered and accepted by the employer. Contract managers should compare actual performance against performance measures, goals and objectives to determine whether all required works has been completed. يبقى دي ايه؟ لازم يكون جميع الاعمال تمت والعيوب اتصلحت والتسليمات كلها تمت والتقارير كلها اتقدمت وتسليم المستندات المبينه لان اي عقد في الدنيا هتلاقي فيه ايه؟ ان انت في اخر بعد ما خلص في العقد في قبل اغلاق المشروع او عند التسليم تلاقي للمشروع انت كل المستندات اللي عندك بالكامل كمقاول بترجعها لمين؟ للمالك كله لاسباب كتيره جدا احد الاسباب الاساسيه اللي هو ايه؟ اللي هي بيسموها حريه الملكيه او بيسموها ايه؟ الملكيه الفكريه يعني انت بتخش المبنى ده والحاجات دي كلها اخرها تفتح مشروع تاني انت تاخد بقى كابيز تاخد اللي انت عايز تعمله لكن لازم حاجات ترجع للايه؟ للمالك تاني كل ال ولسه كنا في محاضره في لقاء مع احد اساتذتنا الكبار القانون وبتوع الكونتراكت مانجمنت يقول ان هو كان في كيس بتاعت اربتريشن فلما طلب الدوكيومنتيشن بتاعت المشروع جاله نص عربيه نقل دوكيومنتس عشان يدرسها عشان يقدر يدخل في البروجكت يعني طيب هو يعني خلينا نقرا اللي بالعربي تم تسليم مسؤوليتهم قال له قليله التسجيل والصيانه وقبولها من قبل صاحب العمل يجب على مدير العقود مقارنه الاداء الفعلي مقابل قياس الاداء والاهداف بيبقى كي بيرفورمانس انديكيتورز بيقارنها بالاكشوال بيرفورمانس والغايات بقى الاوبجيكتيفز وتحديد اذا كان تم من جميع الاعمال المطلوبه او لا وبعدين ايه final payment has been made and عملت الفاينل بيمنت
اتعمل اتوقع من المقاول، اتوقع من المال، بس ما اتصرفش. عايز ايه بقى؟ زي ما قلنا شهاده ايه، براءه الذمه من الايه؟ من المقاول، عشان المقاول ما يروحش يصرف ويعمل ويخلص بعد نقول ايه؟ ده يعني يوم ما هو بيستلم الشيك الختامي النهائي الختامي بيقدم الايه؟ الستيتمنت بتاع الايه؟ بتاع براءه الذمه بتاعه. All contract monitoring issues have been resolved. جميع القضايا او المراقبه العقود كامله كلها اتحلت. طيب all property inventory and ownership issues are resolved including disposition of any equipment or license purchase under the contract. جميع قضايا جرد الممتلكات والملكيه بمزاجك تتخلص من اي معدات او ترخيص سنه موجب العقد. يعني اي حاجه خاصه بالعقد، المقاول مثلا كان المالك مسلمه مثلا مبنى يشتغل منه، كان ما عنده هو اجهزه بتاعته مثلا بشكل او باخر وعملها له ماشي، بقول لازم يكون جلد كلها تبقى ايه؟ محصوره ومعموله وخلصانه يعني. Final acceptance from the engineer has been received. استلام القبول النهائي من المقاول. يعني بيكون موجود طبعا استلام نهائي. لان طبعا عشان اعمل استلام نهائي بيتعمل لجنه وبيتعمل سناج ليست لكل حاجه يعني، بعد حساب في سنه بعد سنه في الضمان يعني. يعني ما شاء الله عدت سنه خلاص، لا بنعدي بنشوف ونشوف ايه الامور اللي ممكن تصلحها ايه اللي ما تعملش، ده اللي هو يعني ايه ده مكان مشروع الاسكان العادي يعني. Contractor is aware of and is in compliance with records retention requirements and a plan has been developed for contract file maintenance and ان المقاول السجلات بتاعته وخطه ايه حفظ الملفات عنده زي ما كنا بنقول، دي اساسيه جدا جدا ومهمه جدا. Any deficiencies found as part of the close out process are documented and communicated all appropriate parties. اي اقوى قصور يتم العثور عليها جزء من عمليه الاغلاق يتم ايه؟ محطوط تحط بوضوح وتبلغ لجميع الاطراف الايه؟ المختصه بهذا الكلام. بشكركم جدا 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 وبشكر الله سبحانه وتعالى قبل اي حاجه، لان الموضوع ده من الموضوعات الهامه جدا جدا جدا. افتكر كنت بقول على الكواليتي كده وبقول على الايه؟ على الكونتراكت مانجمنت كده، وان شاء الله ربنا يوفقك وبالتوفيق، يا رب يكون الـ 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 الامور وصلت. وبرضه حابب برضه الوغه قبل ما يعني مش هنمشي دلوقتي، هنستنى اي سؤال او اي اعتراض او اي مناقشه. بس عايز اقول لكم عليه، ان شاء الله كل ما حضر هذه اللقاءات ويعني واهتم بيها واخدها يعني بحب واخدها برغبه واخدها يعني هيلاقي فرق كبير جدا جدا جدا، وهو في اي انترفيو او في اي لقاء او في اي مناقشه او في اي حاجه. ربنا يوفقكم جميعا، وانا في انتظار اسئلتكم او تعليقاتكم او اي حاجه من الناس الموجوده، في انتظاركم. فرنس احمد معانا؟ فرنس احمد ما فيش اي سؤال؟ مفيش اي استفسار؟ فرنس احمد، فرنس احمد يا دكتور، في اي سؤال اي استفسار؟ نتابع الشات لو في حد يا جماعه حابب يبعت اي سؤال، او ممكن يعمل رايز هاند علشان نفتح له يعمل عايز تفتح لهم المايكات؟ مفيش اي مشكله خالص. كده المايكات كلها مفتوحه للجميع، اي حد حابب يعمل استفسار، حد عايز يسال اي سؤال
ممكن دلوقتي حالا يبعت السؤال بتاعه. المايكات يعني اللي حابب يفتح ويسأل يتفضل، حابب يعمل أي مناقشة أي استفسار يتفضل، لو حابب غير كده يا ريت يعني المايك علشان بس دخل الأصوات. في موضوع ثاني باشمهندس احمد، أيوه يا دكتور. في الباشمهندس اللي كان اتفقنا ان هو هيعمل برزنتيشن، تقريبا ده كان يوم 3 صح؟ اعتقد اسمه ايه، وكان اسمه ايه، باشمهندس كان متحمس جدا، اسمه يا ربي الواحد عجز، مهندس مجاهد مصطفى. مجاهد مصطفى. مجاهد، مهندس مجاهد، مهندس مجاهد، اهلا بيك يا باشمهندس، اهلا بيك. اهلا بحضرتك، اهلا بحضرتك. احنا اسم مجاهد ما نقدرش ننساه، لان احنا يعني اهلنا من اسره مجاهد، يعني اهلنا اسره مجاهد، ولاد خالد والدي يعني. اهلا بيك يا حبيبي، اهلا بيك. ايه اخبارك يا باشمهندس؟ اهلا وسهلا بحضرتك. الحمد لله نحمد الله. بدات تجهز الحمد حاجه ان لله. شاء الله المره الجايه ان شاء الله باذن الله باذن الله. عموما انا في انتظارك، حبيت ان انت باذن في الله. انت ان شاء الله يوم ثلاثة ان شاء الله هتكون موجود معانا، ولا بإذن الله باذن الله. طيب عشان بإذن الله مش بإذن هعمل حسابي برضه، يبقى الموضوع اللي هنتكلم بإذن فيه الله. ما يبقاش طويل قوي، وانت هتحتاج وقت، أنا فاهم. هتحتاج نص ساعة، ساعة الا ربع ساعة مثلا، نص ساعة كده إن شاء الله، عموما انت حدد نص ساعة لسه. وانت موجود في الجروب طبعا، بإذن الله. وعايز تعمل تجربه مثلا، تتفق مع المهندس احمد ومعانا نعملها قبل. انا في الغالب هعمل كده يعني، في الغالب هعمل البرزنتيشن يعني وابعته للمهندس احمد يعني ان شاء الله، يعني الجمعه ولا السبت كده ولا حاجه ان شاء الله، قبل يعني لحد الساعه 8 ان شاء الله. ايوه يعني القصد يعني ايه، ان نكستوا مع بعض يعني، فاهم ازاي؟ او لو انت حابب يعني، لان خلي بالك يعني ان شاء الله ده اتفضل. اولا احنا هنسعد بيك، خلي بالك يعني انت يعني ايه. الله وعلى يكرمك، على الله فكره يكرمك. جميع الدورات اللي انا عملتها من فضل الله سبحانه وتعالى، وكلها مدفوعه ومدفوعه كتير يعني، هنا او في السعوديه او في اي حته، ما فيش حاجه اسمها واحد يحضر وما يعملش برزنتيشن، ما فيش حاجه اسمها كده، تمام. لان انت علشان تدخل في سيرتيفيكيشن بتاع مدير مشروع دولي زي الاي بي ام اي، لازم تعمل ريبورت، لازم تعمل برزنتيشن، ولازم يتعمل لك اسسمنت، فده احد الحاجات اللي لازم مدير مشروع يبقى عارفها، ومش طبعا عايز حد، محدش لا يتكسف ولا يخجل ولا يرى اي حاجه، انا لازم يعملها طبعا طبعا خلاص. ان شاء الله. والبرزنتيشن اللي انت هتعمله، انت هتاخد شهاده ان انت عملت برزنتيشن في الموضوع الفلاني وكان ممتاز يعني، ان شاء الله ان شاء الله. ان شاء الله ماشي. ان شاء الله ان شاء الله. انا شاكر لك ساعدنا جدا، ساعدنا وخلينا على بحضرتك. طول، انت طبعا موجود على الجروبس مش كده؟ طبعا طبعا خلاص خلينا مع بعض. ان شاء وبرضه الله. رقمي برضه عايز تبعت لي انا برضه حاجه، تسال على حاجه تمام، عايز تدخل على، وبرضه انا يعني برجوكم كل الناس اللي إن ما شاء شاء الله الله معانا، انشروا اللي بيعمله المهندس احمد كل يوم ده، الحقيقه طبعا. بنيه نشر العلم ومحاربه ما يعني ايه، ما يلتصق بينا يعني من اعتقاد ان احنا لم نفهم واننا لم نجيء، يعني احنا عايزين نخدم ابنائنا أسستنا وأبنائنا وأحفادنا إن هم يعرفوا يعني إيه إدارة، ويعني إيه إزاي يشتغلوا، وأرجو إن يبقى الكلام الناس اللي بتحضر معانا ما تكونش بتجامل، ويبقى إن شاء الله استفادتها حقيقية 100%. بشكركم جدا جدا، وبشكر باشمهندس مجاهد يعني، ربنا معاك شكرا جزيلا يا فندم. مع الجميع، وعايزين برضه في خلال الأسبوع الله ده يكرمك. أي حد عايز يقدم برزنتيشن يدخل معانا ويقول تحت امره. شكرا جزيلا. بإذن الله بإذن باشمهندس الله. احمد، شكرا جزيلا فندم. نستودعكم الله ونراكم على خير ان شاء الله. باشمهندس احمد. أيوة دكتور. خلاص بإذن كده الله. تمام؟ كده تمام يا دكتور. ماشي يا حبيبي. ماشي، ربنا معاكم،
وشوف برضو انت برضو في الجروبس، لان انا مش هحط شرط للشهاده الثانيه، بس اللي هيعمل برزنتيشن هيبقى له يعني يعني بوينتس اكتر بكتير، وان شاء الله هياخد شهاده ان هو عامل كذا 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 مع الكورس اللي اخده، ودي هتبقى سبورت كويس، ودي هي حاجه مهمه واساسيه يعني. وبالتوفيق يا رب، بالتوفيق. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. في امان الله، مع السلامه.